بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع الفصل الثاني. يلا آية الكرسي سورة الإخلاص المعوذتين، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله ربنا يرزقكم البركة في الوقت، إن شاء الله ربنا يفتح ليكم من خزائن علمه فتحا مباركا. يا رب يا رب ترزقوا هدوء الأعصاب والتركيز، وإن شاء الله كل حرف تقروه وكل كلمة تشوفوها تبقى مصورة في ذهنكم، ربنا يردها لكم عند الحاجة إليها إن شاء الله. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في الشكل يبين سلك يسري فيه تيار من الإلكترونات نحو الغربي اتجاه المجال المغناطيسي عند ألف وباء على الترتيب. هنا المكر تيارا من الإلكترونات، تيارا من الإلكترونات يسري نحو الغرب، وحطت سهم كمان قال لك تيار إلكترونات، وده معناه أن التيار التقليدي في عكس الاتجاه. يبقى خد بالك، الله يكرمك، ده التيار بتاعك اللي انت هتشتغل عليه. طب بأنهي قاعدة بنشتغل؟ باليد اليمنى، اليد اليمنى الأمبير، بخلي الإبهام مع التيار أهو، يبقى المجال للداخل هنا، فهنا يبقى إكسات. طيب طب وفوق بقى هنا نقاط. طيب يبقى هنا للداخل وهنا للخارج. وبالمناسبة يعني لو قلت لك ان في نقطة تقع امام السلك من هنا، هيبقى المجال فين؟ لأسفل كده، لان هنا خطوط المجال لو كملتها في شكل دوائر كده هيبقى وضعها بهذا الوضع كده، يبقى فوق للخارج وتحت للداخل. يبقى انا هشتغل ازاي؟ عند ألف للخارج وعند ب للداخل، ألف للخارج أيوة وب للداخل، يبقى دي إجابتي. السؤال نمرة اتنين، سؤال مكار. بسم الله الرحمن الرحيم. انتقلت أسرة من منزل مجاور لمحطة توزيع الكهرباء إلى منزل آخر أبعد بهدف تقليل الآثار الضارة الناتجة عن التعرض للمجال المغناطيسي الناشئ عن مرور التيار الكهربي في الأسلاك. الجزئية دي طبعا في أول الفصل الثاني، عند أن أنت بتسكن بعيد عن أبراج الضغط العالي أو عن أسلاك اللي بتنقل الطاقة الكهربية عشان خاطر الأضرار الناتجة عن المجال المغناطيسي. طب وقبل ما أكمل، هو المجال المغناطيسي بيساوي ميو آي على 2 باي دي، فعشان العلاقة بين البي والدي علاقة عكسية، فأنا هنا بسكن بعيد عن أبراج الضغط العالي عشان يقل المجال اللي وصل لي. طيب فإذا زاد البعد بين المنزل الجديد ومحطة التوزيع الكهرباء أو محطة توزيع الكهرباء بنسبة 60%، ستوب، يعني البعد القديم كان اسمه دي، طب البعد الجديد يبقى اسمه ايه بقى؟ 1.6 دي، لان هو قال لك زاد بنسبة 60%. ماشي، فان شدة المجال المغناطيسي تقل بنسبة قد ايه؟ هنا بقى عايز الحسبة بالراحة. الميو والتوباي والاي عناصر ثابتة. طيب انا عايز البي 2 بالنسبه للبي 1 هتساوي ايه على ايه؟ هتساوي دي 1 على دي 2 عشان العلاقه عكسيه. طب دي 1 انا كنت قايل لك اسمها دي، طب دي 2 1.6 دي، شيل الدي، يبقى 1 على 1.6. طيب اما تقسم بالاله 1 على 1.6 ومن الناتج هيساوي 5 على 8، 625 من 1000، يبقى ده 625 من 1000. يبقى البي 2 أصبح قد إيه من البي 1؟ أصبح 625 من 1000 من البي 1. طيب فإن شدة المجال المغناطيسي تقل بنسبة، يا رب ارزقنا التركيز، بص تقل بنسبة، هي بقت 625 من 1000 من بي 1، يعني خلينا نبسطها كأنها أصبحت 0.6،
طب يبقى هي فقدت قد ايه؟ فقدت 4 من 10. طيب خد بالك بقى، هي ما بقتش 6 من 10، دي بقت 625 من 1000، تبقى فقدت الفرق بقى 375 من 1000. فقدت 375 من 1000 من بي 1، يعني قلت بنسبة قد ايه؟ 37.5%، تقل بنسبة 37.5%. وانا عايز اقول لك ان المؤلف هنا يعني راجل جدع، بحيث ايه بقى؟ كان ممكن لو عايز يغلس فيحط في الاختيارات 62.5%، كل ناس كتير هتختارها على طول. انما اخد بالي هنا هو قال لي اصبحت قد ايه ولا تقل بنسبة قد ايه؟ عارفين لو كان قال لو شال بنسبة وحط الى تقل الى كنا هنختار 62.5%، بس هو كويس انه مش حطتها في الاختيارات عشان كان هيوقع ناس كتير. انما قال هنا تقل ايه بنسبة. ماشي، اللي بعده سين 3، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جمعت 5 اسلاك طويلة ومعزولة لتكوين كابل رفيع، رفيع دي يعني سمكه مهمل، وكانت شدة التيار المارة في كل سلك هي 18 أمبير وسالب 9 أمبير و12 أمبير وسالب 6 أمبير و20 أمبير. يعني إيه الكلام ده؟ هو عايز شدة المجال المغناطيسي عند نقطة تبعد مسافة 10 سنتي عن مركز الكابل. طيب أدي سلك، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، حزمة يعني ده الكابل. طيب قال لك ان هو الكابل برضو كله رفيع، يعني اهمل سمكه، وبعدين التيارات اللي فيه 5 تيارات 18 امبير فهنعتبرهم انهم لفوق، طب وسالب 9 يبقى كأنهم لتحت. مش انت ده الطبيعي بتاعك على فكرة لما يبقى عندك اسلاك كتير بتعملهم حزمة كده؟ ماشي، 12 أمبير لفوق يبقى هنحط هنا زائد 12 أمبير، وكمان 6 أمبير لتحت يبقى دي 6. طيب و 20 أمبير لفوق يبقى دي 20، يعني 50 لفوق لو جمعتهم و 15 لتحت يبقى 35. يبقى ده كأنه سلك واحد 35 أمبير لفوق، بس كده. طيب عاوز شدة المجال عند نقطة تبعد مسافة 10 سنتي عن مركز الكابل. أولا كلمة مركز الكابل دي غلط، هي المفروض محور الكابل، لأن الكابل اسطوانة طويلة بنبعد عن المحور بتاعه، ما اسمهش مركز، اسمه محور. طيب يبقى بس القانون بسيط جدا، هيبقى البي هتساوي ميو آي على 2 باي دي. حد فاكر القانون ده اسمه ايه؟ اسمه قانون أمبير الدائري. الميو باربعة باي في 10 أس سالب 7، الاي بخمسة وتلاتين على 2 باي، الدي بعشرة سنتي، 10 سنتي يعني 1 من 10 متر وخلاص. الاتنين باي مع الاتنين هنا يفضلك 2، أو مع الاربعة باي يفضلك 2. طب الواحد من عشرة مع العشرة أس سالب 7 يفضلك 10 أس سالب 6، 2 في 35 يدي لك 70، 70 في 10 أس سالب 6 يدي لك 7 في 10 أس سالب 5 تسلا. يبقى الاختيار بتاعك هيكون الاختيار ألف. بسم الله. السؤال اللي بعده، إذا كانت ميم نقطة انعدام المجال المغناطيسي فإن آي 1 تساوي قد إيه؟ نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هو هنا جايب الصورة من فوق، يعني ده سلك زي ما انتوا شايفين كده طياره للداخل، ماشي، يعني مجاله عند ميم دي هيبقى لأعلى. بالمناسبة يعني لو رسمه لك هيبقى كده بالظبط، يعني ده البي 2. طيب البي 1 بقى عشان يبقى تعادل لازم البي 1 يساوي البي 2. طب واتجاهه يبقى ازاي؟ نكسبها بالمرة، لازم بي 1 يبقى لتحت عشان يلغي بي 2. طب عشان يبقى لتحت يبقى لازم تيار 1 ده يبقى للخارج، يبقى للخارج عشان لما ترسم الدايرة بتاعته تبقى عكس عقارب الساعة، تبعد لليد اليمنى، فيبقى المماس هنا كده. وبالمناسبة يعني يبقى أنا أصلا كنت ممكن أقولك ارسم لي المجال بتاع اي 2 عند ميم، رسمة المجال عند نقطة ميم هي كده، ما ترسم ليش دايرة كاملة لأن عند نقطة ميم برسم المماس بس. يبقى ده المجال بتاع 2 وده المجال بتاع 1 بقى.
لازم المجالين يبقوا عكس بعض زي ما انت شايف كده وقد بعض ماشي. وبعدين بقى انا عايز بقى قيمة، انا كده عرفت عن اي وان ان هو للخارج، طيب غير انه للخارج قيمته قد ايه؟ اقول له والله انا عندي هنا بي وان بتساوي بي تو، بي وان ميو هتروح مع ميو ناحية تانية وفي المقام تو باي هتروح، فضل لي اي وان اللي انا معرفوش على بعدي عن وان اسمه تو دي زي ما انت شايف. طب وبي تو الاي تو اسمها اي تو، طيب وبعدي عنه دي واحدة بس، شيل بقى دي مع دي يبقى اي تو بتساوي تو اي وان، سوري اي وان بتساوي تو اي تو، اي وان اهي بتساوي تو اي تو، يبقى اي وان هيساوي تو اي تو للخارج، يبقى الاجابة بتاعتي هتكون الف. النقطة اللي بعدها، بسم الله الرحمن الرحيم، في الشكل المقابل سلك مستقيم طويل ماشي، في مستوى الصفحة يمر به تيار 10 أمبير وموضوع داخل مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه 2 في 10 أس سالب 5، يبقى أنا عندي بي خارجي بيساوي 2 في 10 أس سالب 5 تسلا، واتجاهه زي ما انتوا شايفين للداخل، رسم إكساته. طيب واتجاهه عمودي على الصفحة للداخل، فإن النقطة التي تنعدم عندها محصلة كثافة الفيض، عايز نقطة يبقى البي توتال عندها بصفر. طب أنا هرسم مجال السلك أولا، مجال السلك على يمينه هيبقى فيه إكسات وعلى يساره هيبقى فيه نقاط، وبالتالي نقطة التعادل بين السلك والمجال الخارجي يستحيل تبقى على اليمين، يبقى تستبعد السي والدي من الإجابة، فاضل لي بقى الاي والبي. طب وكويس ان هما فاضل اتنين بس، انا هجيب كثافة الفيض عند واحدة فيهم بتاعت السلك، بي سلك عند نقطة بي، طبعا القانون ميو اي على تو باي دي، طب الميو على التو باي اختصارهم 2 في 10 أس سالب 7، دول الميو على التو باي، في اي السلك هو قال لي 10 امبير ما فاضلش في المقام غير الدي، بعد بي عن دي بواحد من عشرة لان عشرة سنتي، البي عن السلك بعشرة سنتي، طيب الواحد من عشرة دي هتشيل من دول سالب واحد يبقى يتبقى سالب ستة، والعشرة دي هتشيل كمان واحد يطلع اتنين في عشرة أس سالب خمسة تسلا. يبقى عندي بي مجال السلك اتنين في عشرة أس سالب خمسة للخارج، طب ومجال خارجي 2 في 10 سالب 5 للداخل، يبقى بي هنا هي فعلا نقطة تعادل، يبقى المحصلة عندها صفر، يبقى إجابتي هختار نقطة بي. السؤال اللي بعديه، بسم الله الرحمن الرحيم، ده الكلام فيه عن البوصلة، فاحنا عايزين بقى ايه يعني نتكلم حبة كده عن البوصلة، لأن البوصلة طبعا من النقاط اللي هي في بداية الفصل خالص. لو انت قرأت الفصل، وانا عايزك طبعا لازم قبل اي فصل تبتدي تراجعه، هتلاقي في المقدمة بيحكي لك حكاية أرسطو لما حط البوصلة، قالك حطها فوق السلك وموازية له، ارجع لكتاب الوزارة هتلاقي كلام مكتوب، تتحط البوصلة فوق السلك وموازية له. طب خلينا نتكلم بالراحة بقى كده، يعني حوار مع البوصلة في الحتة الفاضية دي الاول. البوصلة برسمها كده، طيب عارف البوصلة كده مرسومة ازاي؟ مرسومة لو انا عندي مكتب، البوصلة عشان اعرف استخدمها بتتحط على المكتب، لازم تبقى افقية، وانا ابتدي ابص عليها من فوق، يعني البوصلة هلاقيها كده، البوصلة كده بوصلة أفقية بس مرسومة من منظور علوي، باصص عليها من فوق، أنا باصص على البوصلة كده من فوق. طب هي بتبقى مستقرة مع أنهي اتجاه؟ تستقر مع اتجاه مجال الأرض، منين لفين؟ من الجنوب إلى الشمال، ده وضعها. طيب البوصلة برضو عايزك تعرف عنها كلام مهم جدا، البوصلة لو جالها مجال خارجي تمام أقوى من مجال الأرض هيبتدي يأثر عليها، بس ساعات يعرف وساعات ما يعرفش،
لو المجال جاي لها للداخل كده الإبرة بتاعتها ما بتعرفش تنحرف لجوه، الميكانيكية بتاعت صنعها كده ما تعرفش هو عقرب الساعات أو الثواني بتاعك يعرف يخش لجوه، لا هي شبهه كده ما تعرفش تدخل لجوه، يبقى لو تأثرت بمجال خارجي نحو الداخل لا تنحرف. طيب أو لن تستطيع الانحراف. طب لو تأثرت بمجال خارجي نحو الخارج برضو ما تقدرش تنحرف. طب لو تأثرت بمجال خارجي رايح لليمين ممكن تنحرف ناحية اليمين. طب لو هو قوي قوي يكاد يكون هتقرب على التسعين، يعني مقارب لمجال الأرض، تعمل زاوية ما بين إيه دي وما بين إيه الـ التسعين كده. طب لو تأثرت بمجال خارجي لليسار ها هتنحرف برضو. طب لو تأثرت بمجال خارجي في نفس اتجاه مجال الأرض مش هتنحرف، لأن هي ده الاتجاه الأصلي اللي هي واخداه. طب لو تأثرت بمجال خارجي قوي جدا عكس مجال الأرض ممكن تلف 180، ممكن لو أتيحت لها الفرصة، يعني اللي ماسكها راح هزها كده هو بحيث ان هي تيجي عليها لحظة تبقى معوجة تتأثر بعزم ازدواج بسبب المجال الخارجي يلفها لك 180. ده لازم تفهمه الأول عشان تعرف تجاوب على أي سؤال بوصلة وانت فاهم. فعشان كده خدوا بالكوا بقى، أرستود هيحط البوصلة ازاي؟ لازم يحطها فوق السلك، يعني السلك يبقى كده والبوصلة فوق منه. ومش بس كده، يبدأ بوضع الايه، ان الإبرة موازية للبوصلة. بمعنى بسم الله الرحمن الرحيم، لو أرستود من فوق شايف البوصلة، شايف السلك كده، لازم البوصلة عشان تشتغل تبقى تتحط فوق منه وتكون الإبرة موازية ليه. ليه بقى؟ غير كده مش هتشتغل. فمثلا لو أنا رسمت المجال، مش المجال هنا يا جماعة للداخل؟ آه. طب المجال هنا للخارج؟ أيوة. لو أنا حطيت البوصلة هنا ليه مش هتعرف تنحرف؟ لأن المجال الخارجي جاي لجوه، جاي لجوه، وهي مش هتعرف تنحرف لجوه، يبقى مش هتحس بالسلك ابدا من الناحيه دي. طيب لو انا حطيت البوصله الناحيه دي برضه مش هتعرف تنحرف لان المجال جاي لها لبره وهي ما تعرفش تلف لبره. انما لو حطيت البوصله فوق السلك، فوق السلك، يعني خلينا نتصور ان البوصله هنا، هنا هتنحرف. ليه هتنحرف بقى؟ بسم الله. بص يا سيدي، لازم تكون في البداية تكون مين؟ يكون الإبرة موازية للسلك زي ما هو قال. أول ما هتشغل الكهرباء عارف إيه اللي هيحصل؟ هيجي مجال مغناطيسي على شكل دوائر. لو كملت الرسم المجال أهو، مش أنت عارف كده؟ لأن المجال على شكل دوائر، فهتتأثر بالمجال الخارجي اللي هو بقى جاي ناحية اليمين، تقوم هنا بقى تنحرف البوصلة في هذا الاتجاه، يبقى ده اتجاه الانحراف، هنا انحرفت البوصلة. دي تجربة أرستود. طب لو واحد خالف المنطق في نقطة برضو، جايب لي سلك كده تمام، وبدأ معاه البوصلة، جايب سلك اهو البوصلة دي هتنحرف ولا مش هتنحرف؟ البوصلة كانت كده، هو هنا خالف المنطق في ايه يا اخوانا؟ خالف المنطق ان هو بادي بالبوصلة انها عمودية على السلك، هو المفروض قايل انها موازية للسلك. وخدوا بالكم ارجعوا لكتاب الوزارة هتلاقوا الكلام ده مكتوب فيه. طيب هنا المجال لو رسمته فوق اكسات وتحت نقاط، عظيم جدا ماشي. انت لو حطيت بوصلة هنا طبعا مش هتنحرف لان هنا مش هتعرف تتأثر لجوه. طب لو بوصلة هنا برضو مش هتنحرف. طيب هنا كمان مش هتنحرف. ليه بقى؟ لان المجال انت لو كملته هو خارج من هنا داخل هنا، المجال على شكل دوائر يا اخوانا، فالمجال المؤثر على البوصلة بتاع السلك بقى ماله بقى؟ في نفس اتجاه مجال الأرض، في نفس اتجاه مجال الأرض، وبالتالي لن تنحرف البوصلة في هذا الاتجاه أو في هذا الوضع ماشي. تعال بقى نشوف السؤال بتاعنا بعد ما خدنا جولة كده مع البوصلة. بسم الله الرحمن الرحيم، يوضح الشكل سلكا مستقيما طويلا يمر به التيار آي، نتيجة لذلك يمكن قياس مجال مغناطيسي أقوى بكثير من مجال الأرض. بص الرجل هنا بقى
راجل دقيق في الكلام، قال لك ان المجال بتاع السلك اقوى بكتير من مجال الارض، ماشي، من المجال المغناطيسي للارض عند النقطة بي التي تبعد مسافة قصيرة عن السلك. اذا وضعت بوصلة صغيرة عند النقطة بي وجهها يشير الى اتجاه المعاكس للتيار، فما الاتجاه الذي يشير اليه او تشير اليه الإبرة؟ هنا طبعا هو مستخدم وضع غير الوضع اللي اشتغل بيه أرسطو، بس برضو هنشتغل معاه. بسم الله. قال لي حط البوصلة وجهها ازاي؟ وضعت بوصلة صغيرة عند نقطة بي وجهها يشير الى الاتجاه المعاكس للتيار. عارف لو انت جبت ساعة، لو افترضنا دي كده ساعة وحطتها كده بحيث ان الوجه بتاع الساعة عامل كده هو، يعني البوصلة محطوطة زي كده هو بالظبط، وجهها يشير الى اعلى، وجهها اهو معايا حضرات. طيب مش هو الطبيعي بتاعها ان البوصلة تبقى ماشية مع مجال الارض؟ بس هو هنا قال لك كلمة حل نفسه من مجال الارض، قال لك ايه؟ السلك عامل مجال اقوى بكتير من مجال الارض، يعني مجال الارض مش هيعمل معنا حاجة. يبقى انت مجال البوصلة ده او البوصلة هتعمل ايه؟ التيار لما ينزل كده يبقى المجال هنا هيبقى للخارج، فالإبرة بتاعت البوصلة نتيجة ان المجال ده قوي هتقوم ملفوتة نحو الخارج على طول، يبقى مؤشر الإبرة هيبقى نحو الخارج. فنشوف الاختيارات، هو عايز يبقى الى خارج الشاشة ولا الى اليسار ولا الى داخل الشاشة والى اليمين؟ طبعا هنا هنختار الى خارج الشاشة. طيب النقطة اللي بعديه، بسم الله، يبين الشكل المجاور سلكين طويلين متوازيين عموديين على الصفحة. سلكين طويلين I1 وI2 عمودين على الصفحة، فإن شدة تيار السلك الأول واتجاهه، والذي يجعل شدة تيار شدة المجال المغناطيسي عند النقطة A بتساوي صفر، هو كام؟ هو عايز السلك التاني بقى اللي هو يقصد I2، ماشي. هو هنا أولا عشان برضو نعيد على الفكرة، المجال اللي بيأثر بـ 1 على نقطة A بيأثر لأسفل، يبقى ده البي 1. لازم 2 يأثر على A لأعلى عشان ده يبقى تعادل. خد بالك المتجهات دي برضو مرسومة في كتب دليل التقويم والحاجات اللي هي بتاعت الوزارة يعني، ماشي. يبقى ده المجال بتاع 2 لازم يبقى كده. طب وعشان مجال 2 لازم يبقى كده، يبقى تيار 2 لازم يبقى خارج الصفحة، ده أولا. ثانيا لازم يبقى البي 2 بتساوي البي 1. طيب عشان اقول ان البي 2 بتساوي البي 1 بعد حذف الميو من الطرفين وال2 باي من الطرفين، يتبقى لك اي 2 اللي انت ما تعرفوش على دي 2 اللي هي 8 بتساوي اي 1 اللي هي ب 20 على دي 1 بعدي عن 1 40. اخد بالي من دي، يطلع الناتج هنا نص، يطلع بقى التمانية دي تروح هناك، فاي 2 يطلع معايا 4 امبير، يبقى اي 2 بيساوي 4 امبير وهو الى خارج الصفحة، فاختياري هيكون 4 امبير لخارج الصفحة، ماشي. طبعا يا جماعة في ناس ما شاء الله، انا بس انا بحل النهاردة بالتفاصيل، في ناس ما شاء الله يعني ربنا كرمها بسرعة الفهم، هو عارف ان دي تعادل يبقى دي تقع في منطقه الطرح، يبقى عارف ان التيار ده عكس ده، فيقوم قايل على طول يبقى ده التيار ده للخارج. ادي واحد. اتنين، نسبه المسافات لازم تبقى زي نسبه التيار. طب المسافات 8 الى 40 يعني 1 الى 5، 1 الى 5، طب التيار ده 20 يبقى التيار ده 4 على طول. فالناس اللي شغاله بالطريقه دي وذهنها حاضر، اوكي انا بحل النهارده، بحاول ببسط الموضوع على قد ما اقدر. بسم الله. السؤال رقم 8، في الشكل المقابل سلكان مستقيمان طويلان متعامدان على بعضهما وأقصر مسافة بينهما 40 سنتي، فإن محصلة كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة X بتساوي قد إيه؟ بسم الله. عند النقطة X يا رب تروح الجنة، لو أنا حطيت بوينت أهو وابتدي أتعامل معاها، المجال بتاع 1 رايح لفين؟ مجال 1 عند X أهو، يبقى ده اسمه البي 1. كيف عرفت؟ تخيلت الدايرة عكس عقارب الساعة ثم قمت بتخيل المماس كده هو مع اتجاه دوران المجال، يبقى ده المجال بتاع 1، ماشي. أما المجال بتاع 2 يا رب رزقنا الفهم، طياره يبقى الدوران لبرة، فالمفروض المجال للخارج، لو هرسمه متجه يرسم هكذا،
وبرضو لو رجعت لكتاب الوزارة المتجهات مرسومة كده. فالمجالين متعامدين يا أخي، المجالين متعامدين بالشكل ده كده، ويبقى محصلة المجال هتبقى بينهما هكذا. طب وتحسب ازاي؟ البي توتال هتساوي جذر بي 1 تربيع زائد بي 2 تربيع. فانت محتاج تجهد نفسك بقى وتجيب لي البي 1 والبي 2 الاول. البي 1 بعد الاختصار ميو على 2 باي تطلع 2 في 10 اس سالب 7. الاي 1 ب 40. طيب والدي 1 هو قايل لك اقصر مسافه عندي مسافات عموديه 20 سنتي، يعني تحت 20 في 10 اس سالب 2. دي مع دي فيها الاثنين فالناتج يفضل لي 4، ودي على دي فيها 10 اس سالب 5 تسلا. ماشي، ده البي 1. طب البي 2 بنفس الاداء 2 في 10 اس سالب 7، دي الميو على ال 2 باي. طيب الاي 2 عندك ب 22 ونص، ما اعرفش ليه يعني، يعني كان خليها ارقام اسهل من كده، ما علينا. على المسافه 20 سنتي يعني 20 في 10 اس سالب 2، على الاثنين مع الاثنين والعشرة دي والعشرة دي بقى 10 اس سالب 1 فضل 10 اس سالب 6، نحركها كلامك كمان علامه، يبقى 2 وربع في 10 اس سالب 5 تسلا. ده كده البي 1 والبي 2. ادخل بقى بالاله على طول، يبقى جذر 16 ل 4 تربيع زائد 2 وربع تربيع يساوي، يطلع معايا 4 علامة 5 8 9 في 10 أس سالب 5 تسلا. دي المحصلة. أدور على أقرب واحدة بقى، أقرب واحدة هلاقيها أهي 4 و 6 من 10 في 10 أس ناقص 5 تسلا. طيب تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. إيه اللي بعديها؟ سين 9. بيقول لي في الرسم المبين أو في الشكل المبين بالرسم سلك مستقيم طويل إكس واي، السلك هو اسمه إكس واي، يمر به طيار اسمه اي 1، اي 1 وضع مماسا لحلقه دائريه نصف قطرها ار. المماس هنا طالما ما جابش سيره سمك السلك يبقى النقطه دي بعدها عن السلك اللي هو اسمه دي هو هو الار بالظبط. ماشي، ويمر به تيار كهربي اي 2 في الاتجاه الموضح، ادي اي 2 واتجاهه كما بشكل، لكي يصبح مركز الحلقة نقطة تعادل. بالراحة بقى، أنا عايز الحلقة تبقى تعادل، يعني المجال بتاع السلك قد مجال الحلقة وعكسه. طب مجال الحلقة الجو يبقى مجال السلك لازم أن يبقى البر. يبقى أول حاجة طيار السلك لازم أن ياخد الاتجاه ده عشان مجال الحلقة الجوة، وقلنا مجال السلك البر. طيب عايز ايه تاني؟ عايز بقى أن المجال بتاع السلك يساوي المجال بتاع الحلقة. طب قول لي ايه القوانين؟ مجال السلك ميو اي سلك على 2 باي دي. طب ومجال الحلقة ميو عدد اللفات بواحد لانها حلقة، ميو ان اي، اي حلقة اسمه اي 2. ماشي، على 2 ار، يبقى 2 ار اهي، الميو هتروح، ال2 دي تروح مع ال2 ار، فيبقى اي سلك هيساوي باي اي حلقه. ماشي، شوف بقى هو عايز ايه. نسبه اي 1 الى اي 2، اي سلك الى اي حلقه اللي هو اي 1 الى اي 2 يعني تطلع باي، ويحدد اتجاه تيار السلك. ماشي، تيار السلك من واي لاكس يعني لاعلى، والتيار يبقى قيمته باي، يبقى هنا أو نسبة ده على ده هتطلع باي، الاختيار بتاعي هيكون الاختيار ألف. يبين الشكل، بسم الله الرحمن الرحيم، يبين الشكل سلكين مستقيمين لا نهائيين في الطول يعني، يمر بكل منهما تيار كما بالشكل 4 أمبير 2 أمبير. فإذا وضعت حلقة دائرية في مستوى السلكين نصف قطرها باي سنتي، نصف القطر ده باي سنتي، ماشي، ويقع مركزها في النقطة 4 و 8 سنتي، النقطة تبعد عندها 4 وتبعد عندها 8، تمام. فإن مقدار واتجاه شدة التيار المار بالحلقة ليصبح محصلة شدة المجال المغناطيسي في مركز الحلقة 10 أس ناقص 5 تسلا،
واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. لو سألت حضراتكم المجال بتاع السلك ده رايح لفين؟ رايح للداخل اهو اهو بالنسبة لمركز الحلقة يعني. طب وده برضو رايح للداخل. إذن محصلة مجال السلكين هتكون للداخل وهيبقى جمعهم. فأنا هعمل إيه؟ بي توتال للسلكين. البي توتال للسلكين هناخد 2 في 10 أس سالب 7 عامل مشترك، ونفتح قوس اتفضل اي 1 على دي 1 زائد اي 2 على دي 2. طب الاي 1 ب 4 بعدها عن النقطة 8 سنتي يعني 8 من 100، زائد الاي 2 ب 2 وبعدها عن السلك 4 سنتي يعني 4 من 100. خلص دي براحتك، يطلع الناتج معاك 2 في 10 أس سالب 5 تسلا للداخل. يبقى ده مجال السلكين. طيب مطلوب يبقى البي توتال كام؟ 1 في 10 أس سالب 5 تسلا. ومحددش، تمام؟ محددش ايه؟ ان هو عايزه للداخل ولا للخارج. طيب وبناء عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، مش البي توتال هيبقى محصلة بي حلقة وبي سلكين؟ مظبوط. هو عايز البي توتال دي بتساوي 1 في 10 أس سالب 5 وخلاص. لو انا فكرت وحلتني من 10 أس ناقص 5 دي، شلتها من دماغي عشان اعرف افكر، السلكين عاملين مجال قيمته 2 وانا عايز المحصلة تبقى 1. طب ايه رأيكم؟ يبقى الحلقة لو هي عملت مجال واحد بس لبره، مش السلكين عاملين 2 لجوه، الحلقة ممكن تعمل مجال قدر واحد بس ايه؟ لبره. طب مش كده المحصلة هتبقى كام؟ هتبقى 1 للداخل. تاني، مش السلكين عاملين 2 للداخل، طب الحلقة لو عملت 1 للخارج هتبقى المحصلة كده 1 للداخل. كلام سليم. او الحلقة ممكن تعمل 3 للخارج ناقص الاتنين للداخل بتوع السلكين، تبقى المحصلة هنا 1 للخارج. يعني من الاخر بي توتال الراجل ما قالش، فانا هقول له والله لو كان قصدك للداخل ولو كان قصدك للخارج، لو كان قصدك للداخل يبقى بي حلقة المفروض تبقى 1 في 10 أس سالب 5 تسلا للخارج، عشان لما تيجي تجمعها مع السلكين يطلع 1 في 10 أس سالب 5 تسلا نحو الداخل، وساعتها تيار الحلقة هيبقى كده. تمام؟ طيب لو أنا عايز المحصلة نحو الخارج، المحصلة كلها تبقى للخارج، هنا يبقى لازم بي حلقة تساوي 3 في 10 أس ناقص 5 تسلا، عشان لما تطرح منها الاثنين بتوع السلك للداخل تديك 1 للخارج. هو الراجل ما حددش، بس ايا كان انا اشتغلت على الاحتمالين لان المساله دي الصح بتاعها انها تيجي بالاحتمالين دول. طيب تيار الحلقه هيبقى كام بقى يا استاذ؟ مش انت عندك بي حلقه خلاص، وفي الحالتين لازما يبقى تيار الحلقه دهيا ها عكس عقارب الساعة عشان تدي المجال للخارج. ماشي، لو اشتغلت على الأولى البي حلقة مش بتساوي ميو عدد اللفات 1 وطيار الحلقة على 2R. ماشي، البي حلقة أنا عايز 1 في 10 أس سالب 5، الميو 4 باي في 10 أس سالب 7. اي حلقة انا عايزه على 2 وار قال لك ده باي سنتي، يبقى دي باي في 10 اس سالب 2، ده مع ده يتفضل 10 اس سالب 5 تروح مع ده، على 2 باي فيها الواحد على 2 باي فيها الاثنين، تطلع من الاخر الاي حلقة بنص. يبقى لو انا هشتغل على ده يبقى اي حلقة بنص امبير. وماشي ازاي؟ ماشي عكس عقارب الساعة. طب لو اشتغلت على ده عشان الحلقة تدي مجال قده 3 مرات يبقى لازم طيارها يزداد 3 مرات، يبقى اي حلقة كام؟ 1.5 امبير عكس عقارب الساعة. يبقى المسألة دي ليها حلين، اي حلقة كده كده هيبقى عكس عقارب الساعة وقيمته يا تكون بنص يا تكون بواحد ونص. طيب
هو حاطط لي في الاختيارات ايه بقى؟ حاطط لي 1.5 وعكس عقارب الساعة، مش حاطط لي نص خالص. يبقى انا هختار 1.5 عكس عقارب الساعة. بسم الله. ملف دائري كثافة الفيض المغناطيسي عند مركزه والناشئ عن مرور تيار كهربي فيه يساوي بي. ماشي، أبعدت لفاته بانتظام فأصبح ملف لولبي. يبقى هو كان دائري وبقى لولبي بحيث كان طول الملف مساوي لنصف قطره. ماشي، يبقى هو كان عندي ملف دائري بالشكل ده كده اهو، أبعدت لفاته خليته لولبي بحيث أصبح إيه قد إيه بقى؟ بحيث أصبح طول الملف بيساوي نصف قطره R، فإن كثافة الفيض عند منتصف محور الملف هيحصل لها إيه؟ بص يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. البي في حالة اللولبي إذا قسمناها على حالة الدائري، لو كتبنا القانون بالكامل في حالة اللولبي هيبقى ميو إن I على L، طب في حالة الدائري ميو إن I على 2R. شيل الميو لأنها ما تغيرتش والإن والآي. طيب هو قال لك الإل بتساوي R، يبقى 2R على R يطلع الناتج 2. طب هو في حالة الدائري كان بي، يبقى في حالة اللولبي البي في 2 على طول، يعني 2 بي. يبقى هنا هتصبح البي عند داخل محور لولبي 2 بي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في الشكل المقابل إذا كانت كثافة الفيض عند النقطة إكس هي بي واحدة واحدة في حالة عدم مرور تيار في الملف. ماشي، لو التيار مش ماشي في الملف يعني ده تيار السلك أو ده مجال السلك، يا رب رزقنا الفهم. السلك اللي جوه تياره المجال بتاعه رايح لفين؟ مع عقارب الساعة. يبقى أنت هتيجي عند نقطة إكس وتتخيل معايا أن أنت بترسم مجال السلك. يبقى ده بي سلك في الاتجاه ده، تمام؟ ده في حالة السلك بس. قال لك طيب وتكون كثافة الفيض في نفس النقطة هي بي برضو عند مرور تيار في الملف وعدم مروره في السلك. ماشي، أنا لو مررت تيار في الملف أوضح كده اللفات، يبقى المجال داخل الملف لليسار، يبقى مجال الملف لوحده عند نفس النقطة هيبقى العكس، وده اسمه بي ملف وقيمته بي برضه. ماشي، وبعدين يا أستاذ بقى، فتكون كثافة الفيض عند نفس النقطة في حالة مرور تيار في السلك والملف معا هي صفر، لأن الاتنين قد بعض وعكس بعضهم. يبقى أنا اخترت صفر. يبقى أنت لو بدأت تاخد على الطريقة دي معايا هتلاقي الموضوع بقى أسهل كتير. طب امتى كان يبقى جذر مجموع المربعين؟ لو خليت السلك دوت وضعه موازي لمحور الملف، كان ساعتها مجاله هيبقى يا اما البره يا اما الجوه، ومجال الملف يا يمين يا شمال، فيبقى هنا متعامدين، يبقى المحصله جذر مجموع المربعين. طيب اللي بعده، بسم الله الرحمن الرحيم. ملف لولبي كثافه الفيض عند منتصف محوره بي. ادي ملف لولبي اهو، كثافة الفيض عند منتصف محوره اسمها بي. ماشي، وملف دائري كثافة الفيض عند مركزه 2 بي. عند مركزه 2 بي، ادي الملف الدائري اهو، كثافة الفيض عند مركزه 2 بي، انما هنا عندنا بي واحد. طيب طلباتك، اذا تعامد مستوى الملف الدائري على محور الملف اللولبي. بصوا يا جماعة، محور الملف اللولبي اهو ومستوى الملف الدائري اهو، يعني انا هاخد الملف الدائري احطه بالشكل ده كده، خلينا نغير اللون. الملف الدائري يتحط كده اهو كده، معناه بص بقى اسمع كده، مستوى الملف الدائري موازي لمستوى لفات اللولبي باللغة اللي هو ذكر بيها، مستوى الملف الدائري عمودي على محور اللولبي هكذا. طب كده النقطتين منطبقتين بقى، واحد بي والتاني 2 بي. طب ايه اللي حصل بقى؟ قال لك ايه؟ وكان اتجاه التيار في الملفان واحد. يعني ايه اتجاه التيار في الملفان واحد؟ لو فرضنا ان التيار في اللفات دي لفوق وفي اللفات دي برضو لفوق، فيبقى المجال بتاع الملف الدائري كده واللولبي كده، يعني احنا هنجمع، فالمحصلة هنا هتبقى 3 بي، واحد بي والتاني 2 بي.
يبقى المحصلة 3 بي. طبعا هو هنا المكر بتاعه فين؟ استخدام لفظ تعامد عشان ايه بقى؟ سريع التفكير بقى، بس هو السريع او متسرع التفكير هيشوف بي وتو بي متعامدين، يبقى في مخه بقى جذر بي تربيع واربعة بي تربيع، يبقى جذر خمسة بي تربيع، طلع البي بره يبقى بي جذر خمس اهو، او جذر خمسة بي، فحطت لك دي مستنيك اهو، يقول لك يا متسرع تعالى للناحية دي. طيب وحطت لك كمان ايه بقى؟ حطت لك بي. ليه بقى؟ لو واحد تصورها غلط وان هم هيطرحوا، فحطت لك جميع احتمالات الاخطاء. طيب بسم الله. 14 يستخدم لتحديد اتجاه القوة التي يؤثر بها مجال مغناطيسي على سلك مستقيم موضوع عمودي على المجال ويمر به طيار كهربي بقاعدة ايه؟ طبعا انت مش مصدق نفسك ان في وسط هذه الظلمة الحالكة يجي سؤال سهل زي ده، ومخوفي بقى كله نجاوبه غلط. جاوب يا دجوي. فليمنج اليسرى. طبعا النوع ده من الأسئلة طبعا الواحد بيبقى ساعات مش مصدق نفسه فبيقعد يفكر كتير، والسؤال طبعا ما يستاهلش. ماشي اللي بعديها. بص استنى قبل ما نروح لها، من فرط سهولة السؤال فهم جايبينه لي مرتين عشان خطرة بسط يعني. اقرا تاني السؤال كده. لتحديد اتجاه القوة المؤثرة على سلك يمر به تيار كهربي موضوع عمودي في مجال مغناطيسي تستخدم قاعدة مين؟ ولا دجوي. طيب بما انه يعني السؤال كده خد اكبر من قيمته، فاحنا يعني جدعنا مننا ان احنا هنقول ليه لما احط سلك عمودي على مجال مغناطيسي بيتأثر بقوة؟ فاكرين الإجابة ولا نسيتوها؟ نسيتوا الإجابة. السبب في تأثر السلك بقوة فاكر؟ قول. بصوا يا جماعة، لو الإجساد دي هي المجال الخارجي والسلك بتاعنا هوت طياره اهو، لما يمر في طيار ليه بتنشأ قوة؟ عشان بمنتهى البساطة لو انت رسمت مجال السلك، مجال السلك هيعمل لك هنا اكسات دي بتاعت السلك وهنا نقاط، وبالتالي هتلاقي ان كثافة الفيض هنا بقت زحمة لانها جمع، وكثافة الفيض هنا بقت قليلة لانها طرح، فيتأثر السلك بقوة في هذا الاتجاه. وتشوفها كده مطابقة ليسرى فليمنج ولا لأ؟ ايدك اليسرى اهي السبابه مع المجال لجوه، الوسطى مع التيار لفوق، القوه طلعت فعلا كده، يبقى هنا مطابقه فعلا مع اليسرى فليمنج. طيب ليه بقى السلك لما يتحط موازي للمجال بالمره ها ما يبقاش في قوه؟ اقول لحضرتك، لانه لو المجال المغناطيسي اهو وانت جيت في وسط المجال ده حطيت سلك طياره عمودي للداخل كده، السلك خدوا بالكم موازي للمجال، السلك موازي للمجال. طيب يا رب تبقى من اهل الجنة لو انا جيت قلت لحضرتك عند نقطة الف دي اتجاه مجال السلك لفين؟ تقول لي لتحت اهو، صح. طب والمجال الخارجي اللي جوه، فالمحصلة هنا جذر مجموع المربعين. طب لو اخترت لك نقطة هنا اسمها بيه، مجال السلك هنا لفين؟ لفوق. طب والمجال الخارجي جاي عمود الجوه، يبقى برضو متعامدين، فالمحصلة هنا جذر. طب لو اخترت لك نقطة جيم، تمام، مجال السلك عندك لفين؟ اهو مع الدوران مع عقارب الساعة. طب والمجال الخارجي الجوه، فبرضو متعامدين، يبقى المحصلة جذر. طب لو اخترت لك نقطة دال، المجال بتاع السلك اهو عمودي على المجال الخارجي، فالمحصلة جذر. إذن جميع النقاط حول السلك ها المحصلة بتاعتها كثافة الفيض قد بعضها، فعشان كده مفيش قوة. يبقى دلوقتي لو حب يجيب سؤال عميق، السبب في تأثر السلك بقوة عند وضعه في المجال المغناطيسي، تمام، ويكون يمر في تيار طبعا، انه اختلاف كثافة الفيض على الجانبين، ده في حالة التعامد. طب والسبب في عدم تأثره بقوة، انه تساوي محصلة كثافة الفيض عند جميع النقاط المحيطة به. طب نرجع للسؤال 15 كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نشتغل السؤال ده محتاج مقدمة رياضية كده يا جماعة. لو انا عندي قوة F وقوة تانية F منطبقة عليها، كده المحصلة كام؟ كده المحصلة 2F في نفس الاتجاه.
طيب لو انا عملت القوة دي اف، خدوا بالكم انا هشرح يعني بمستوى علم علوم، انا اسف، القوتين بينهم زاوية 30 كده، المحصلة بتاعتهم بينهما بس اقل من 2 اف. طب لو خليت الزاوية بينهم 60 كده، المحصلة بتاعتهم برضو بينهم بس اقل من اللي فاتت، ماشي. لو خليت الزاوية بينهم تبقى 90، طبعا المحصلة جذر مجموع المربعين، المحصلة عمالة تقل. طب لما ابدأ بقى اوسع اوسع لحد ما اوصل للمية 180 كده، المحصلة قالت الى الصفر. يعني من الاخر كل ما الزاوية بين القوتين بتوسع يبقى المحصلة بتاعتهم بتقل، عشان ده حينفعني او في السؤال ده. ماشي، نشيل دول بقى كده عشان نحاول نفهم الموضوع بدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بيقول لي ايه؟ ثلاث اسلاك طويلة مستقيمة متوازية A وB وC. A وB وC موضوع عند رؤوس مثلث متساوي الأضلاع، ويمر بكل منهم تيار شدته I بالاتجاهات الموضحة بالرسم، وبالتالي فإن السلك الذي تتأثر وحدة الأطوال منه بأكبر قوة مغناطيسية هو مين؟ قبل ملعب اللعبة هو ده مثلث متساوي الأضلاع، يعني كل واحد من دول 60 درجة. تمام؟ ماشي خلاص، مش عايزينها، افتكرت ان كل واحد من دول 60 درجة وانه المسافات دي متساوية. الاسلاك بقى وضعها ازاي؟ السلك A داخل لجوه، C لجوه، B لبره، يعني السلك مش وضعياته كده يا جماعة، ده السلك كده كده وده كده. ماشي، وبعدين يا استاذ عايز افكرك بحاجة تانية، هي الاسلاك لما يكون طيارها في نفس الاتجاه بتعمل ايه؟ بتتجاذب. طب طيارها عكس الاتجاه بتتنافر. تعالى بقى نحسب المحصلة على كل واحد فيهم، هنركز على بي. السلك A بيعمل في بي؟ بيتنافر معاه، يعني بيزقه بقوة على امتداد الخط الواصل بينهما. يعني كأني برسم الخط ده كده اهو، اهي. يبقى دي القوة اللي بين مين ومين؟ A وبي. طيب السلك C هيعمل ايه في السلك B؟ هيأثر عليه بقوة على امتداد الخط الواصل بينهما، تنافر برضو لانه عكس الاتجاه. يبقى دي الاف بين السي والبي، وخدوا بالكم القوة متساوية لتساوي التيارات، هو بيتكلم في واحد اطول كمان. الزاوية دي كام يا استاذ؟ 60. ماشي، يبقى القوتين دول هيدوني قوة محصلة في الاتجاه ده. طيب كمل، بالنسبة للسلك ايه؟ السلك بي هيعمل معاه ايه؟ هيتنافر معاه اهو بقوة على امتداد الخط الواصل بينهما، اهي. يبقى دي القوة اللي بين مين ومين؟ اللي بين B و A. طب السلك C هيعمل في ايه؟ هيجذبه بقوة كده اهو. يبقى دي القوة اللي اثر بها C على A. بس خدوا بالكم بقى، الزاوية دي يا استاذ 120 درجة، فالمحصلة بينهما بس أقل من دي طبعا، لأن القوتين هنا قريبين من بعض. طيب أما السلك C، السلك B هيتنافر معاه فهيزقه بقوة على امتداد الخط الواصل بينهما، يبقى دي القوة اللي بين B و C. طب والسلك A هيجذبه، هيجذبه بقوة على الخط الواصل بينهما، يبقى دي القوة اللي بين A و C. الزاوية بين القوتين كام؟ 120 برضو، فالمحصلة كده بس يبقى أكبر قوة على مين؟ على بي، وانت متأكد تماما بإذن الله. يبقى القوة المؤثرة على بي هي أكبر ما يمكن. بسم الله الرحمن الرحيم. سلكان متوازيان يمر بكل منهما تيار كهربي I و 2I. السلكين متوازيين، ماشي، في نفس الاتجاه، وضع سلك حر الحركة في منتصف المسافة بينهما، في منتصف المسافة وموازي لكل منهما، ويمر به تيار اسمه I في عكس اتجاه كل من السلكين، فإن السلك حر الحركة، ماشي. آدي السلك الأولاني تياره اسمه I وليكن لأعلى، السلك الثاني تياره 2I وتياره لأعلى. في منتصف المسافة حط لي سلك ثالث حر الحركة تياره عكسهم اسمه I،
ماشي، عايز بقى محصلة القوة. وما أنا هسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقول لنفسي السلك آي هيؤثر على آي الأوسط اللي هو الحر دوت بقوة تنافر مقدارها F مثلا. طيب السلك الأيسر ده هيأثر على السلك آي بقوة تنافر أيضا، ولكن نظرا لأن تياره الضعف، فلو حسبت القوة بينهم هتطلع 2F، يعني قد دي مرتين، وبالتالي هتبقى المحصلة دي اللي هتنتصر، تبقى المحصلة في الاتجاه نحو الأضعف. يبقى يتأثر السلك الأوسط بقوة اتجاهها نحو السلك الأول الأضعف، كلام سليم. طيب اللي بعده، بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول لي الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين القوة المغناطيسية المتبادلة بين سلكين متوازيين لكل وحدة أطوال. خد القوة لكل وحدة أطوال، حلو المصطلح ده قوي. ومقلوب البعد العمودي بين السلكين واحد على دي، ماشي. فإذا كان يمر بالسلكين نفس شدة التيار، فإن هذه الشدة تساوي إيه؟ سمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا احنا حافظين القوة بين سلكين بتساوي ايه؟ حد فاكرها؟ بتساوي مجال احدهما في تيار الاخر في الطول المشترك بينهما. اللي مش فاهم، ما هو اي سلك يمر به تيار يبقى له مجال، ماشي. حطيت في المجال بتاعه سلك اخر بيمر في تيار، إذن وكأننا وضعنا 2 هذا في مجال 1، فيبقى القوة اللي هتأثر على 2 هي مجال 1 في I2 في L مشترك. ليه L مشترك؟ اللي هو يقصد بالL مشترك طول منطقة النزاع ما بين مجال ده ومجال ده، اللي هي دي الL المشترك، لأن دي المنطقة اللي فيها تراكب مجالين، ماشي. ده أصل القانون. ثم إذا فكينا B1 هتبقى ميو اي 1 على 2 باي دي، ثم في اي 2 في اللي مشترك. معلش قبل ما اكمل، سامع واحد يقول لك طب وفين الساين سيتا؟ والله لو انت فكرت كده تبقى ممتاز. الساين سيتا السلك لما يوازي اخيه بيبقى عمودي على مجال اخوه، لان هو مجال 1 اللي بيأثر بيه على 2 عمودي نحو الداخل اهو، يبقى المجال عمودي على التيار، يعني الزاويه بتاعتك هنا ب 90 يعني الساين بواحد، فتبقى العلاقة كده. وعايزين بالمرة بقى كده، لو انت جيت تحسب القوة اللي أثر بها التاني على الأول والأول على التاني، هتلاقيهم قدوا بعض في المقدار وعكس بعض في الاتجاه. يبقى دايما السلكان المتجاوران يؤثر كل منهم على الآخر بقوة قد التاني مهما اختلفت طياراتهم، بس في عكس الاتجاه، ماشي. هو اداني هنا مصطلح أنا عاوز استخدمه، قال لك القوة لكل وحدة أطوال. والله أنا أقدر أجيبه اختر لوحده، ده لكل وحدة أطوال مشتركة، هات لي الإل هناك بقى، فتبقى الإف بي على الإل، يتبقى لك إيه بقى؟ ميو آي ون آي تو على تو باي، وهو نفصل بقى واحد على دي هنا، يبقى القوة لكل وحدة أطوال يروح الإل من الموضوع، ماشي. طيب طلباتك، قال لك ان الطيارين زي بعض، فالشكل النهائي للعلاقه لما الطيارين زي بعض هتبقى الاف بي على ال بتساوي ميو على 2 باي فاي تربيع في واحد على دي، لان هما زي بعض. طيب دي بالنسبه لك ممثله على الصادات، ودي بالنسبه لك ممثله على السينات، فيبقى الميل هذا المقدار. يعني انت عايز تقول لي الميل بتاعي اللي هو دلتا اف على ال على دلتا واحد على دي هيساوي ميو على تو باي. طب ما نختصرها بالمرة، 2 × 10^7 في اي تربيع. هو بقى عاوز الاي دي، طب ما تيال الميل فرق الصادات، تغيرت الصادات من 0 لـ 12، يبقى الميل بتاعي قيمته 12، بس ما تنساش ان هو ضارب في 10^5 على فرق السينات، تغيرت السينات من 0 لـ 40 ومش ضارب في حاجه كده مظبوطه، يعني على المقام 40، ده الميل بيساوي مين بقى؟ بيساوي 2 × 10^7 اي تربيع. طيب يبقى الاي تربيع ممكن الاثنين دي
مع الاثنين دي اتفضل هنا 6، والعشرة أس سالب 5 دي مع العشرة أس سالب 7 اتفضل 10 أس سالب 2 تيجي هنا بمية. يعني الأيتر بيع من الآخر 600 على 40، شيل دي مع دي يبقى تطلع ب 15، تبقى الأي بس جذر 15، جذر 15 يعني 3 وشوية. طيب أنهي شوية بقى؟ في 30 وشوية هم جذر 15. جذر 3 وشوية كتير لو أنا مركز، لأن هي قريبة للإيه؟ لل 16، يبقى ما تكونش دي، تكون دي على طول أهي. جذر 3 تطلع جذر 15 3 87%. ماشي. إيه اللي بعديه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال 19، في الشكل الموضح القوة المؤثرة على السلك AB والقوة المؤثرة على السلك BC مالهم يا جماعة؟ عشان ما نطولش في الكلام. متساويين. ليه بقى متساويين؟ لأن أنا عندي القانون أصلا بتاع القوة. تعرف يتقال إزاي بالعربي؟ المركبة العمودية للمجال B sin theta، فآي في إل، ده أصل القانون على فكرة، وارجع برضو لكتاب الوزارة. ماشي، بس إحنا تعودنا إن إحنا يعني دي على بعضها كده باكج بي ساين سيتا في آي في إل، حيث سيتا الزاوية بين السلك والمجال. طيب فالإف بي برضو تساوي إيه؟ تساوي بي في آي في إل ساين سيتا. وبما إنه الضرب إبدالي، فأنا لو خدت الإل ساين سيتا مع بعض ده هيطلع ايه بقى؟ اسمه الارتفاع الرأسي او الارتفاع او ارتفاع السلك العمودي على المجال. يعني يا جماعة بالعربي والله ليها منطقين. بسم الله، انا عايزها بالعربي، القوة المغناطيسية غير ان انت حافظها اربع حاجات في بعض، انا عايزك تاخد بالك من الحاجتين دول. لو انت هتنطق دي بالعربي اسمها المركبة العمودية لشدة المجال، طبعا في شدة التيار في طول السلك، أو باللغة دي يبقى شدة المجال المغناطيسي البي اهي في شدة التيار في مين تاني بقى؟ ده اسمه الارتفاع للسلك العمودي على المجال. السلك اي بي له ارتفاع، طب والسلك بي سي له نفس الارتفاع؟ في ناس كتير لحد النهارده ثانوي عام مش قادر يفرق بين الطول والارتفاع. عمود النور وهو واقف عمودي كده طوله هو ارتفاعه، يعني ال بتاعته هي الاتش بتاعته. طب اذا مال ده طوله زي ما هو انما ارتفاعه قصر، طب اذا نام طوله زي ما هو وارتفاعه بقى صفر. ماشي، فعشان كده السلك بي سي له نفس الارتفاع، ما هو ده الارتفاع بتاعه. فعشان كده من المنطوق التاني بص تكون متساوية، لأن المركبة الرأسية للسلك بي سي مساوية لطول السلك اي بي، وده كلام سليم. طيب اللي بعده، بسم الله الرحمن الرحيم، نركز عشان السؤال ده محتاج مننا يعني ايه شوية أرقام كتير كده. الشكل المجاور يمثل سلك مستقيم لا نهائي، سلك مستقيم لا نهائي تياره 50 أمبير، أهو التيار بتاعه 50 أمبير، يقع أسفله سلك على هيئة حلقة مستطيلة كتلتها 4.5 جرام. ماشي، السلك ده طبعا أنتوا عارفين أن وزن الأسلاك أو وزن أي شيء بيأثر لتحت، الوزن بيساوي إم في جي. طب الإم قال لي هو 4.5 جرام، يعني 4.5 في 10 أس سالب 3 وعجلة الجاذبية 10، فيطلع الناتج 4 من 100 4.5، هو معلش 4.5 4.5 في 10 أس سالب 3 في 10، فيطلع الناتج 4.5 في 10 أس سالب 2 نيوتن. ده بالنسبة لي الوزن بتاع السلك. طيب كلام كمل كما بالشكل، فإن مقدار واتجاه التيار التي يجب أن تمر في الحلقة حتى تبقى معلقة بشكل رأسي في الهواء، هنا بيلعب لعبة الاتزان. خدوا بالكم إن السلك هو لازم طبعا تبقى الإطار المستطيل في نفس المستوى،
تمام عشان يقدر يأثر عليه. طب أنا عشان الإطار ده يفضل معلق في الهواء، دي فكرة الاتزان بس هنا قوية شويتين، محتاج محصلة قوة مغناطيسية إلى أعلى، يعني محتاج أن السلك يكون محصلة القوة اللي بيأثر بيها المغناطيسية على الحلقة لأعلى. طيب الحلقة دي كم ضلع يا جماعة؟ الحلقة دي يا أستاذ 4 أضلاع. سؤال، السلك ده هيأثر على كم ضلع من الأضلاع دول بقوة؟ 4 مش ضلعين. ده سؤال بقى لو جه لوحده هيزعل ناس كتير. هنا لو مر الطيار، لو مر الطيار في الحلقة، عارفين كم ضلع هيتأثروا؟ 4 هيتأثروا والله، بس في 2 هيلغوا بعض. يعني ايه؟ يعني مثلا هو عايز المحصلة تبقى لفوق، طيب هنا عشان تبقى لفوق لازم تاخد بالك طيارك لازم يمشي هنا مع عقارب الساعة. ليه بقى؟ تعال هنا وندقق وخلينا احنا بنراجع. السلك الفوقاني ده هيعمل ايه في ده؟ هيجذبه. طب وهيعمل ايه في التحتاني ده؟ هيتنافر معاه. بس عشان ابقى عادل في الرسم نتخن ده شوي. ليه بقى؟ لان طبعا المسافة هنا اقرب. يبقى دلوقتي لو حسبت القوة دي، ما تيجي نحسبها بالمرة، معلش القوة بتاعت التجاذب ما بين ده وما بين ده انا مش اقدر احسبها لان انا عايز الطيار، بس المهم في الاخر هتبقى دي اكبر من دي، يبقى دي اسمها اف بي تجاذب، وهنا اي حلقة انا ما اعرفوش اصلا. طيب وده هنا يبقى بين ده وبين ده تنافر. طب بالنسبة لده هيتأثر بقوة ولا لا؟ لو دققته مش السلك ده بيأثر بمجال لجوه، يعني السلك ده كده واخد مجال مغناطيسي للداخل مع طيار كده فبيتأثر بقوة مغناطيسية لليمين. يعني السلك ده لو جبت لك في الامتحان يتأثر ولا لا يتأثر؟ يتأثر بقوة لليمين كده هو. طب والسلك ده هيتأثر بقوة لليسار لو حسبتها امديت ولاشي دي، يبقى 4 عليهم قوة عشان ده اصلا لوحده ممكن يبقى سؤال بيناقش مدى فهمك للحدوتة. طيب الاف بي توتال بقى دلوقتي هتبقى بتساوي ايه ناقص ايه؟ هتساوي اف بي تجاذب ناقص اف بي تنافر. انا محتاج طيار الحلقة اتجاهه ازاي؟ عرفت انه مع عقارب الساعة. ساعات يطلع طيب وما يدينيش غير واحد بس مع عقارب الساعة، هنا بقى مش طيب، هنا مديني 2 اهو مع عقارب الساعة. طيب وما انا اعمل ايه؟ يبقى محتاج احسب. هقول له والله المفروض الاف بي توتال دهيا تتساوى مع الاف جي، يعني تساوي 4.5 في 10 أس سالب 2، بس هي في نفس الوقت اف بي تجاذب ناقص اف بي تنافر. طب الاف بي مش هي ميو اين الا على 2 باي دي؟ طب الميو على 2 باي 2 في 10 أس سالب 7، واخدها عامل مشترك لانها التجاذب ناقص التنافر. الاين حتى هاخدهم عامل مشترك، 50 في اي حلقة. طيب ال هاخدها عامل مشترك رخ لان ده الطول المشترك في ما بين دي ودي وما بين دي ودي اللي هو 25 سنتي، اللي هو 25 من 100 متر. فاضل مين بقى؟ 1 على D1 ناقص 1 على D2، 1 على D1 يبقى 1 على بعد ده عن ده 6 سنتي، يبقى 1 على 6 من 100 ناقص ده المسافة بقى بين ده وده 6 و9 كام؟ 15، يبقى 1 على 15 من 100. واشوف حسبتي هل اي حلقة هيجاب معايا 1800 امبير؟ يبقى اي حلقة هيساوي معايا يا اخوانا 1800، والحركة بتاعتي هتبقى مع عقارب الساعة، يبقى الاجابة بتاعتي هتكون الف. طبعا مسألة مرهقة، بس انا خدوا بالكم يا جماعة انا بشرح مش بحله خلاص، عشان احنا دي المراجعة الاساسية بتاعتنا، كل سؤال بناخده بناخد ما حوله بقدر المستطاع. بسم الله. ملف مستوي يسري فيه تيار يدور حول محوره في مجال مغناطيسي منتظم، فإن عزم الازدواج يبلغ تلت قيمته العظمى عندما يكون الملف. طب هو هنا بقى بيفكرني كده إنه عزم الازدواج تمام بيساوي ايه؟ بي اي اي
ان ساين سيتا. عايزين نفتكر معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتكر الآتي. مين البي؟ حد يقول لي. كثافة الفضة التي يوضع بها الملف. طب ومين الآي؟ شدة التيار اللي بيسر في الملف. طب ومين الاي؟ مساحة الملف. هو الملف لازم أن يبقى مستطيل ولا ممكن يبقى مربع؟ طب ممكن يبقى دائرة؟ وينطبق عندنا نفس القانون؟ عادي. حتى هو هنا ما قالش ملف ولا مستطيل ولا قال مربع، قال لك ملف مستوي. ملف مستوي يقصد هنا يعني له مستوى واحد، ملوش بقى ايه سمك، يعني يقصد مش لولبي يعني. ملف مستوي فدي كلمة جامعة، يعني دائري ماشي، مستطيل ماشي، يسري فيه طيار يدور حول محوره في مجاله مغناطيسي منتظم، فإن عزم الازدواج. طيب الثيتا بقى، الثيتا دي كانت بين مين ومين بقى؟ أصل الثيتا في عزم الازدواج بين خط عمل القوة المؤثرة. خط عمل القوة لو فاكرين الملف، لو رسمته بالمستوى الجانبي ده الملف اهو، تمام، بس هنخليه بزاوية كده في المجال المغناطيسي، ادي ان ادي اس. كان الضلع ده بيبقى عليه قوة وليكن مثلا في الاتجاه ده، ده بيبقى عليه قوة في الاتجاه ده، فمن هنا بينشأ عزم الازدواج. طب القوة دي الزاوية بين اتجاه القوة واتجاه المجال، ده الأصل. يبقى سيتا أول حاجة يا جماعة بين اتجاه خط عمل القوة والمجال. طيب خط عمل القوة، أنا آسف، مش والمجال، ومستوى الملف. خط عمل القوة دايما هيبقى عمودي على المجال، لأن الملف حتى لو بقى مائل بيبقى خط عمل القوة زي ما هو كده عمودي على المجال. يبقى وفي دي نقطة مهمة، أثناء دوران الملف اتجاه القوة المؤثرة على الضلع ده بتفضل ثابتة خلال الدوران، ماشي، وبعدين والمقدار بتاعها، بس مش الدوران كامل، يعني لو بنتكلم فين أثناء الدوران في النص ده كده الخط بتاع عمل القوة شغال زي ما هو في نفس الاتجاه وبنفس المقدار. طيب يبقى خط عمل القوة دايما عمودي على المجال، فعشان كده بنقول بين العمودي على المجال والملف. وممكن تعكس الكلام تقول بين المجال والعمودي على الملف، كل دي ألفاظ مناسبة للثيتا. طيب بسم الله. هو بقى بيقول لي يبلغ تلت قيمته العظمى امتى؟ يعني هي اصلا دي كده قيمته العظمى، فانا ممكن اقول والله التاو بيساوي تاو ماكسيمم ساين سيتا على نفس قافيه القانون بتاع القوه الدافعه. هو عاوز التاو بتبقى تلت العظمى، يعني من الاخر عاوز الساين سيتا تبقى بتلت. طيب الثيتا نفسها تبقى بكام؟ فبدوس شيفت ساين تلت. تسعتاشر ونص تقريبا، بس دي الثيتا بين مين ومين بقى يا جماعة؟ بين الملف والعمودي على المجال. طب ادور كده في الكلام، عمودي على خطوط الفيض؟ لا، لو عمودي على خطوط الفيض ها يبقى الوضع بتاع الملف شكله ايه؟ لو الملف عمودي يبقى العزم صفر. طب لو موازي لخطوط الفيض؟ لا، ده التاو يبقى ماكسيمم. طيب مائل على المجال بزاوية 19.5؟ لا، مائل على المجال بزاوية 70.5؟ لأن هو المفروض آدي المجال اهو، آدي العمودي على المجال اهو، اللي أنا وصلت له إن الملف لازم يبقى عامل زاوية 19.5 مع العمودي على المجال، يبقى مع المجال ذات نفسه الباقي 70.5، عشان تجمع الاثنين يبقوا 90، يبقى مائل على المجال بزاوية 70.5. طيب بسم الله. سلك معدني طوله إلا شكل على هيئة حلقة دائرية واحدة، أوكي، وضعت موازية لمجال مغناطيسي أهو، بص الكلام اللي احنا بنقوله أهو، فتأثرت بعزم ازدواج تاو، أعيد تشكيل نفس السلك كملف دائري من أربع لفات. لما أعيد تشكيلها على شكل أربع لفات، لفة 2 3 4،
يبقى عدد اللفات زاد لاربع امثاله، بس المحيط بتاع اللفه قلل الربع، يعني نصف قطر اللفه قلل الربع. طيب ووضع موازي لنفس المجال تحت تاثير نفس الظروف، فان الملف الجديد يتاثر بعزم ازدواج قدره قد ايه؟ التاو بتساوي بي اي اي ان. البي ما حصل لهاش تغير ولا الاي. طب المساحه، المساحه مش ده دايره باي ار تربيع. طب الار احنا لسه قايلين قلت للربع، يبقى المساحه هتقل الى قد ايه؟ 1 على 16 مما كانت عليه. طب وعدد اللفات زاد الى اربع امثاله، واحنا قلنا الاي والبي زي ما هما، فهنا لو ضربت تطلع 4 على 16 يعني ربع، يعني تاو على 4، يبقى هنا هيصبح عزم الازدواج هيقل الى الربع، تاو على 4. طيب بسم الله، معلش عشان كده يا جماعه في سؤال برضو كان مشهور بالنسبه لنا، لما يبقى معاك سلك وعاوز تشكله على شكل ملف بحيث تحصل بيه على اكبر عزم، في ناس كتير افتكر النقطه دي كنا فاكرينها كويس، بعمله على شكل دايره ها من لفه واحده، وكل ما اطمع وازود اللفات بيجي على حساب الايه نصف القطر، بس المساحه بتقل بمقلوب المربع، بمعنى لو انا خليته ملفتين يبقى انا كسبت ان عدد اللفات بقى الضعف، بس نصف القطر قل للنص فالمساحه قلت للربع، وبالتالي لما تيجي تعوض تلقى العزم قل للنص، يبقى افضل عزم هتحصل عليه لو الملف كان لفه واحده على شكل دايره، ده باستخدام سلك له طول محدد. طيب بسم الله، إذا كان عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار ومستواه موازي لفيض مغناطيسي كثافته 3/10 هو 12 نيوتن متر، فإن عزم ثنائي القطب لهذا الملف. تعالى أهلا وسهلا عزم ثنائي القطب. بسم الله، أولا عزم ثنائي القطب كده عايزين نرحب بيه عشان دوت يعني إيه دايما هو من الأجزاء اللي هي ضعيفة عند ناس كتير، ف عايزين نحسن استقباله. الرمز بتاعه ام دي. طب القانون بتاعه الاصلي الاي في الاي في الان، فتبقى وحدة القياس امبير في متر مربع. طيب مثال بسيط جدا، ملف دائري ولا في بقى حواليه مجال مغناطيسي ولا اي حاجة، ملف دائري طياره 5 أمبير، مساحته 2 متر مربع، عدد لفاته 10، يبقى له عزم ثنائي قطب آه، له عزم ثنائي قطب آي في إيه في إن، ملوش دعوة بإنه اتحط في مجال مغناطيسي خارجي ولا لأ. طب بالنسبة لاتجاهه يا أستاذ، اتجاهه يا سيدي يا رب تروح الجنة، اتجاهه دائما عمودي على مستوى الملف. آه اتجاه عزم ثنائي القطب دائما عمودي على مستوى الملف. آه طب انت عملته لفوق ليه؟ عشان انا عارف اتجاهه. بيتجاب ازاي؟ بالبريمة اليمنى او باليد اليمنى، اهو بايدك اليمين طياره عزم ثنائي القطب. تقول لي ما هو المجال، ايوه ما هو اتجاه عزم ثنائي القطب هو اتجاه المجال عند مركز الملف، يعني هذه الكميه هي ام دي يا اخوانا. ماشي، وبعدين يا استاذ متى اتجاه عزم ثنائي القطب دايما عمودي على المجال؟ اه بيتجاب بالبريمة اليمنى او باليد اليمنى. البريمة اليمنى عند مركز الملف تلفها مع الطيار تندفع مع عزم ثنائي القطب. ماشي، وطول ما التيار شغال عزم ثنائي القطب موجود وعمودي على الملف، ففي سؤالين، يتوقف اتجاهه على اتجاه مين؟ التيار فقط، يعني لا يعكس اتجاه عزم ثنائي القطب الا اذا عكس اتجاه التيار. طب ينعدم عزم ثنائي القطب بانعدام التيار بس، ملوش دعوه باي حاجه غير دول. طب العوامل المؤثره في عزم ثنائي القطب الاي والاي والان، يعني لما تحط لي هنا ام دي وهنا الاي طردي، طب الاي طردي، طب الان طردي، طب الاشتغالات، عشان الاشتغالات بتاعته اكتر منه. تبدا الاشتغالات امتى بقى؟ لما احط الملف في مجال مغناطيسي. قوم يحصل ايه؟ هتقول لي هيتاثر بعزم ازدواج. ماشي، طب عزم الازدواج ده مش بيساوي بي اي اي ان ساين ثيتا؟ اقول لك اه، تقول اهو مش الاي ان دي عزم ثنائي القطب؟ ايوه، يبقى التاو بتساوي بي ها في ام دي ساين ثيتا. طيب
لان انا ضميت الثلاثه دول، يا رب تبقى من اهل الجنه. من يتوقف على من؟ يعني اختار ادق الاجابات. عزم الازدواج يتناسب مع عزم ثناء القطب، ولا عزم ثناء القطب يتناسب مع عزم الازدواج؟ مين يتوقف على مين؟ لا حاسب، عزم الازدواج هو اللي بيتناسب مع عزم ثناء القطب، لانه عزم ثناء القطب موجود من قبل ما يجي عزم ازدواج. طب استنى اعدل لك العلاقه عشان تفهمني. الام دي طلعت بتساوي تاو على بي في ساين سيتا. هتقول لي طب ما هو عزم الازدواج لو زاد هوت يا استاذ يبقى هيأثر على الام دي. لا طبعا، عزم الازدواج لو زاد هيبقى زاد بسبب زيادة البي او زيادة الساين سيتا، ملوش دعوة. وصورة اخرى ان الام دي بيساوي تاو ماكسيمم على بي، فعشان كده بيتقال ان عزم الازدواج يتساوى مع عزم ثنائي القطب يتساوى مع عزم الازدواج امتى؟ لما يكون مستوى الملف موازي لمجال شدته 1 تسلا. فعشان كده ده بيساوي ده في الظروف دي بس. ماشي. لما يجي يشتغلني بقى، والله العظيم من سنتين ثلاثة كده جاب مسألة كلها اشتغالة، قال لك انا عايز عزم ثنائي القطب 3 مرات، مره لما الملف موازي، ومره لما مائل بزاويه، ومره لما عمودي. عزم ثنائي القطب ملوش دعوه، ده ثابت اثناء الدوران. المتغير هو عزم الازدواج. عزم ثنائي القطب اثناء الدوران لا يتغير. عشان كده لما اجي اعمل لك بقى هنا علاقه بين ام دي والثيتا، تقول لي ما فيش علاقه يا استاذ، الام دي والثيتا لا تتغير معاها، ودي علاقه مهمه قوي. عشان كده في سؤال حلو هقوله بس بعد ما اخلص دي كده ونحاول نجاوب السؤال ده، هتلاقيه بسيط قوي. قال لي اذا كان عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر بيه تيار ومستواه موازي للفيض 3 تسلا، يبقى دي البي تمام، هو 12 يبقى دي التاو، بس قال مستواه موازي يبقى ده التاو ماكسيمم. عايز بقى عزم ثنائي القطب. طب ما عزم ثنائي القطب بمنتهى البساطه بيساوي تاو ماكسيمم على مين يا جماعه؟ على البي. فلما تيجي تعوض يا سيدي هيبقى 12 نيوتن متر على 3 من 10، يعني 120 على 3 يعني 40 امبير في متر مربع. يبقى ده سؤالنا. بس في سؤال تاني حلو كده مش عايز افوته، بسم الله. السؤال اللي هو كان جايب لي هنا عصفورين بحجر واحد، رسم لي رسمه حلوه كده اهو، وكاتب لي عليها التاو، ورسمه تانيه اهي وحاطط عليها الام دي، وقال لي من الرسم ده هات لي البي بكام. وما انا اقول له اهدى عليا كده. رسمه عزم الازدواج مع السيتا هي فعلا جايبيه، وعزم الازدواج بيبقى صفر لما الزاويه صفر بين الملف والعمودي على المجال، يعني الملف يبقى عمودي على المجال، وعزم الازدواج بيبقى ماكسيمم لما الزاويه تبقى 90 بين الملف والعمودي على المجال، يعني ساعتها الملف يبقى موازي للمجال، وعزم الازدواج يرجع صفر تاني عند ال 180، يعني الملف يبقى عامل زاويه 180 مع العمودي على المجال، يعني يبقى برضه عمودي على المجال. هنا تلاحظ ان هو ذكي جدا مؤلف السؤال ده، مخلي لي ان الام دي قد التاو ماكسيمم، يبقى البي بكام؟ طب ما انا عندي القانون انه الام دي بتساوي تاو ماكسيمم على بي. طب امتى دي قد دي؟ لما دي بي تبقى بواحد. يبقى في الحالة بتاعت الرسمة دي البي بواحد. ناخد واحدة كمان تثبتها. لو كان المؤلف رسم لي عزم ثنائي القطب في الحتة دي وقال لي دي 150، هشتغل برضو هنا اخوانا بانه ام دي بتساوي تاو ماكسيمم على بي. طيب لما اجي اعوض هنا الام دي اللي مدهاني مقابله لل 150، يعني مساويه قد ايه من التاو ماكسيمم؟ عند نص، ما هي دي كده نص تاو ماكسيمم، يبقى انا هعوض عن الام دي بنص تاو ماكسيمم او تاو ماكسيمم على 2 بتساوي تاو ماكسيمم على بي. فلما تيجي تعوض تلقى البي هنا بتساوي 2 تسلا في الحاله الثانيه. طيب سؤال تاني على عزم ثنائي القطب. بسم الله. عزم ثنائي القطب المغناطيسي لملف 3 من 10، ده طول الملف، طول الملف وعرضه، يبقى كده المساحة بتاعتي 2 من 10 في 3 من 10، 6 من 100 متر مربع، وعدد لفاته يبقى ده الـ N بـ1000، وطياره يبقى ده الـ I،
يبقى عزم ثنائي القطب الام دي هضرب كام في كام في كام؟ الاي في الاي في الان، الاي باتنين في الاي بستة من مية في الف، يطلع الناتج مع حضرتك 120 امبير متر مربع. السؤال اللي بعده، بسم الله. خطوط الفيض في الجلفانو ذو الملف المتحرك تكون قطرية بسبب ايه بقى؟ وجود اسطوانة من الحديد المطاوع فقط. ستوب، هي اسطوانة الحديد شغلتها يا جماعة في الجلفانو؟ اسطوانة الحديد ليها شغلتين بالمناسبة، بتعمل ايه وبتعمل ايه؟ بتجمع خطوط الفيض، يعني تزود معامل النفاذية، فهتزود كثافة الفيض، هتزود العزم بتاع الازدواج مع نفس التيار، هتزود الحساسية. دي وظيفة. الوظيفة الثانية انها بتجمع خطوط الفيض لجوه، فبتساهم انها بتخلي خطوط الفيض على شكل اقطار، يبقى هي جزء من الايه، يعني هي عندها وظيفتين، واحدة منهم انها بتساعد في ان الخطوط على تبقى على شكل اقطار. في حاجة تانية، وجود اسطوانة من حديد الصلب، لا دي مستبعدة اصلا. تقعر القطبين، ما هو تقعر القطبين برضو من السبب، من الاسباب اللي تخلي خطوط الفيض على شكل اقطار. طيب وجود اسطوانة من الحديد المطاوع مع تقعر القطبين، هي دي كده السبب في قطرية خطوط الفيض. طيب انا اصلا عايز خطوط الفيض قطرية ليه؟ مش فاكر يا استاذ، صلي على النبي وانا افكرك. صلى الله عليه وسلم، هو التاو كانت بتساوي بيان ساين سيتا، ماشي، والحدوتة كانت بتقول ان انا عندي تدريج بتاع الجلفانو، وبالمناسبة الجلفانو صفره في النص دايما، ميلي اميتر، مايكرو اميتر، اميتر صفره على اليسار. الجلفانو بالمرة يعني ما عندوش موجب وسالب، هو السلكين انت بتوصله، لانه اصلا من وظائفه تحديد اتجاه التيار. اميتر، مايكرو اميتر، ميلي اميتر، فولت اميتر سالب، اما تيجي توصله له توصيلية معينة، لو عكست البطارية ما يشتغلش، لازم توصله صح، بيتوصل بموجب البطاري وسالب البطاري. عشان كده في اسئله يقول لك ايه، لو انا عكست البطاريه وكان فيها اميتر حراري واميتر مش حراري، تمام، يعني كان عندي اميتر عادي واميتر حراري شغالين، قمت عاكس البطاريه، عارف ايه اللي هيحصل؟ لو عكست البطاريه الاميتر اللي مش حراري العادي مش هيشتغل، انما الاميتر الحراري يشتغل لانه يدعو بالاتجاه. المهم نرجع لموضوعنا، كان مطلوب مني ان التدريج اقسامه تبقى متساويه. طب حتى الأقسام تكون متساوية، طبعا مين اللي بيصنع هذه الزوايا؟ خدوا بالكم، أنا كان عندي الملف يحمل فوق رأسه إيه؟ المؤشر. فأنا كنت عايز الملف لما يدور، أما يجيله طيار واحد أمبير يصنع زاوية، أما يجيله طيار اتنين يصنع ضعف الزاوية. فيبقى شرط انتظام التدريج إن زاوية الانحراف تتناسب طردي مع الآي. طردي مع مين؟ مع الاي. طب ما الاي دي قاعده جوه العزم، وهي زاويه الانحراف اصلا بتتناسب مع العزم، لان العزم بتاع الملف هو اللي بيحرك المؤشر. طب والعزم ده بيساوي بي اي اي ان ساين سيتا. طيب اما بيدور الملف الاي والان والبي ثابتين، انما كانت الزاويه بتتغير. لجأنا الى تقعير الاقطاب ووضع اسطوانه الحديد عشان نخلي مفيش ساين سيتا، نخلي المجال دايما ثابت، ويبقى التاو بتساوي بيان بس، فنخلي السيتا ترضي مع الاي، فنخلي التدريج منتظم. يعني يا جماعة من الاخر، كان ممكن يخلي السؤال اقوى من كده. السبب في انتظام التدريج، السبب في ايه؟ في انتظام التدريج، يعني خليني، السبب في انتظام التدريج في الجلفان، وطبعا الناس حافظة الاجابة السطحية بس، اللي هي ايه؟ ان الزاويه تتناسب طردي مع الاي. لا، ما هو اللي مخليها كده ايه بقى؟ هو ان خطوط الفيض في الجلفان وزي الملف المتحرك تكون قطريه، وذلك بسبب، يعني هي حلقه لازم تبقى انت رابطها ببعضها عشان تحسن الفهم يعني. طيب واصلا كون ان انت تبقى فاهم ان زاويه الانحراف طردي مع العزم، ده سؤال جامد جدا لوحده، هجيبه لك لوحده دلوقتي اهو. بسم الله، ناخده في الحته الواسعه دي كده. عندما يوصل، خلينا قبليه معلش عشان انا يعني هشتغل الحته دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لما اقول لحضرتك ايه؟ جلفانومتران متماثلان في كل شيء ما عدا
عدد اللفات والمقاومة حيث كانت ايه بقى؟ ار جي 1 بتساوي 20 اوم و ان 1 بتساوي 200 لف و ار جي 2 بتساوي 25 اوم و ان 2 بتساوي 300 لف. طلباتك قال لي فاذا وصل كل منهما ببطارية كام 2 فولت مقاومتها الداخلية 5 أوم. احسب النسبة بين زاويتي انحرافهما سيتا 1 على سيتا 2. عشان تجاوب ده لازم أن تكون انت يعني مركز قوي في الكلام. هنا هبتدي من عند مين؟ طبعا الخطأ الشائع هتقول لي سيتا طردي مع اي. سيتا طردي مع اي في الجلفان الواحد عند ثبات البي والاي والان والساين سيتا تبقى بواحد برضه. انما ده بيقول لك جلفان مترين، فترجع للاصل السيتا بتاعت الجلفان طردي مع عزم الازدواج، ودول اتنين جلفان والملفات مختلفة في عدد اللفات، فيبقى سيتا 1 على سيتا 2 اصلها تاو 1 على تاو 2. طب وتاو 1 هتبقى بي اي اي ان بتوع 1 على بي اي اي ان بتوع 2. طب نحط هنا 1 وهنا 2 لان هما مختلفين في عدد اللفات، وهنا 1 وهنا 2 لان اختلافهم في المقاومه. مع ثبات الفي باتري هيخلف الاي، بس هما زي بعض في البي والاي. وتبدا تعوض بهدوء. الاي بتاعت الاولاني هي الفي باتري على مقاوماته. طب وار جي 1 لو بصيت هتلاقيها ب 20 بس المقاومه الداخليه 5، يبقى هنا 25. طب والاي 2 في باتري بتاعته على مقاوماته، مقاومته هتبقى كام يا اخوانا؟ هتبقى 30، لان الار جي 2 ب 25 والار الداخليه ب 5. الان 1 ب 200 والان 2 ب 300، الاثنينات تروح الصفرين او ال 30 دي مع ال 30 دي والصفر ده مع الصفر ده، 20 على 25 تطلع 4 على 5. ماشي. يبقى انا خدت بالي هنا ان المسألة ممكن يبقى فيها شغل بسبب ان ثيتا طردي مع التاو. طيب اللي بعديه، عندما يوصل الجلفان بمجزئ طيار مقاومته اكبر من الملف يمكن قياس شدة التيار نقط. طب تعالى نسترجع الذاكرة كده، هو الجلفان كنا بنوصله بمجزئ طيار عشان نقلبه أميتر. طب والاصل في الأميتر ان انا بوصل الجلفان بمجزئ طيار ماله صغير، ده الأصل. هو هنا بيحاول يخضني، وما أنا لو بحب أرسم بسم الله الرحمن الرحيم، ده الجلفانو بيتحمل طيار آي جي. تعال بقى نركب إيه بقى؟ هو قالك يوصل الجلفانو مجزئ طيار أكبر من الملف، يعني آر إس يا عم خليها باتنين آر جي، وده على غير المعتاد. مش هي هتتحمل نص آي جي عشان فرق الجهد هنا زي هنا؟ يبقى كده هتمكن انا من قياس طيار 1.5 اي جي. يبقى هنا بقى يمكن قياس شدة طيار اكبر برضو حتى لو كان المجزئ اكبر من الجلفان، عادي خالص. طيب اللي بعديه، بسم الله، اتصل جلفانه ملف ار جي بمضاعف جهد مقاومته 2 ار جي. طيب معلش، طالما هنخش بقى في الار جي خلينا نرجع تاني وندي مثال تاني. لو سألت في نفس المثال ده أنا كده خلصته. هنا الحساسية حصل لها إيه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحساسية بتاعت الجلفانو كانت سيتا على آي، صح كده؟ طب الآي هنا حصل لها إيه يا جماعة؟ زادت إلى 1.5 مما كانت عليه. مش هو كان بيقيس آي جي بيقيس 1.5، يعني زادت إلى 3/2. ده الاي، ده المدى. تبقى الحساسية قلت الى 2/3 مما كانت عليه. مقام المقام يطلع في البسط. يعني في السؤال ده لو حبيت اعظم شوية يبقى الحساسية مالها زادت الى قد ايه؟ سوري، قلت الى قد ايه؟ 2/3. طيب مثال تاني، لو انا حطيت ار جي وقلت لك التيار بتاعه اي جي، عاوز مقاومة تخلي الحساسية تقل للسدس،
بسيطة، الحسيت إل للسدس يعني يصبح يتحمل تيار إيه بقى قد اللي كان بتحمله 6 مرات، يعني بدل الاي جي تدخل لي 6 اي جي. يبقى أنت هيحصل لك إيه بقى؟ يبقى أنت لازم أن تركب مقاومة على التوازي مالها بقى تكون بتستحمل 5 اي جي، وساعتها لازم أن الار جي ده هي تكون التيار 1 لـ5، يبقى المقاومة 5 إلى 1، يبقى دي سوري الار اس دي هتساوي 5 الار جي. ماشي. وطبعا برضو ملحوظة كمان ان كل ما المقاومة بتاعت المجزئ تقل انا بستفيد كذا حاجة. كلما قلت مقاومة المجزئ كلما قلت ار اس المدى يحصل له ايه؟ يزداد، ودي معناها ان الحساسية تقل. طب وفي حاجة تانية، ان مقاومة الجهاز ككل مقاومة الاميتر تقل. طب وده هتفيدني بايه؟ الدقة تزداد. الجمل دي مهمة قوي وما بيخرجش عنها الامتحان، يعني لازم حاجة منها تيجي ان شاء الله. خش على المضاعف بقى. اتصل جلفانو مقاومة ملف ار جي بمضاعف جهد 2 ار جي، ادي الجلفانو هو وادي الار ام بـ2 ار جي، ده كده الفولتاميتر. ماشي. لتحويله الى فولتاميتر مدى قياسه V1، فلما وصل الجلفانو بمضاعف جهد مقاومته 5 ار جي، يعني المشهد الثاني ادي ار جي اهيت، بس هركب مضاعف جديد 5 ار جي، ها، فان مدى الفولتاميتر هيصبح قد ايه؟ طيب بالراحه كده، لو ده قايس في جي ده هيبقى جهده 2 في جي، فيبقى الاثنين سوا 3 في جي، ده قيمه الفي 1. في المشهد الثاني ده هيبقى في جي لانه الاي جي بتاعك ما بيتغيرش. ماشي، يعني حدك الاقصى في الاحتمال هنا هيبقى 5 في جي. طب الاثنين سوا هيبقوا 6 في جي. طب ما هي دي الفي 2، طب ما كده تبقى قد الفي 1 مرتين، يبقى 2 في 1، لان الفي 1 كانت 3 في جي، فيبقى هنا في 2 هيصبح 2 في 1. طيب اللي بعديه، بسم الله الرحمن الرحيم. جلفانوز ملف متحرك اقصى انحراف له عن وضع الصفر هو 90 درجة، يعني ثيتا ماكسيمم بتساوي 90 درجة. طبعا دي مناظرة لمين اخوانا؟ لاي ماكسيمم اللي انا ما اعرفوش لسه. فهو بقى بيقول لي ايه؟ وعندما مر فيه تيار شدته 10 ملي امبير، اي معين كده كان بـ10 ملي امبير، ايه اللي حصل؟ انحرف مؤشره عن وضع الصفر 30 درجة. الثيتا بتاعت الاي ده، خلي دي اي 1 وده ثيتا 1، 30 درجة. ويكون اقصى شدة التيار يستعملها. هشتغل ازاي؟ مش انا اصلا احنا متفقين ان ثيتا طردي مع الاي، يبقى أنا عندي العلاقة بتقول إيه؟ ثيتا 1 على ثيتا 2 بتساوي آي 1 على آي 2. ثيتا 1 بـ90 على ثيتا 2 بـ30. طيب الآي بتاع الثيتا اللي هي 90 أنا عايزه، ده الآي ماكسيمم. طب والآي التاني كان بكام؟ كان بـ10. يطلع الناتج 3 على 1، فاي ماكسيمم يطلع 30 ملي امبير. ماشي، بسم الله. كلما زادت دقة قياس الاميتر حساسية الجهاز يحصل لها ايه؟ انا لسه قايلها لك حالا، اربطها لك كمان مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما قلت ار اس بيحصل يزداد المدى. طب وزيادة المدى، ما هي خد بالك بقى الحساسية سيت على اي، المدى في المقام لما يزيد يبقى تقل الحساسية. طب وفي حاجة تانية، تقل مقاومة الجهاز. طيب وده يعمل معاه ايه؟ تزداد الدقة. يبقى زيادة الدقة ماشية مع نقص الحساسية، كلما زادت الدقة يبقى الحساسية قلت على طول اهي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
فولتميتر انقصت حساسيته للربع استوب. يعني الفولتميتر هو اصلا كان ار جي فكان بيعد في جي، الحساسية عشان تنقص للربع يبقى بقى بيقيس 4 في جي، يبقى ركبوا له ار ام بتساوي 3 ار جي، يبقى هي لوحدها 3 في جي، يبقى كده كلام مظبوط. انا ترجمت تصبح النسبة بين تيار ملف وتيار مضاعف الجهد، بس مشتغلنا تيار ملف وتيار مضاعف الجهد، تيار ملف وتيار مضاعف الجهد 1:1 يا أمور. طب لو كانت النسبة بين جهده وجهد، يعني جهد المضاعف وجهد الملف، جهد المضاعف وجهد 3:1، يعني تنفع أصلا كمسألة حلو. يبقى جهد المضاعف إلى جهد الملف هنا هتبقى 3:1. طب جهد الفولتميتر إلى جهد الملف 4:1. طب جهد الفولتميتر إلى جهد المضاعف 4:3. توقع المسألة في أي حتة من دول، عشان كده أنا حلتها على بعضها. طيب بسم الله، أي العبارات التالية صحيحة؟ يجب أن يكون مقاومة الأميتر، يجب أن تكون مقاومة الأميتر، مش يكون هو الأميتر ده إيه؟ لا مقاومة أصلا مش هي مؤنثة؟ ماشي، يجب أن يكون كان تكون مقاهية، يجب أن تكون مقاومة الأميتر المثالي ملها 0، ويجب أن تكون بص تكون مقاومة الفولتميتر المثالي لا نهائية. طيب يبقى أخذ 0 مع لا نهائية أهي، لأن طبعا الفولتميتر ليه مقاومته لازم تبقى لا نهائية؟ عشان يقل ما يسحبه من طيار الدائرة فيقل تأثيره على فرق الجهد الذي يقيسه. طيب ونقف هنا نحط كومنت شبه اللي فات، بالنسبة للفولتميتر، الفولتميتر كلما زادت مقاومته أو زادت مقاومة مضاعف الجهد اللي معاه، يعني إيه اللي يحصل؟ أول حاجة يزداد مداه، وده يؤدي إلى نقص الحساسية. طيب وكمان يحصل إيه؟ تزداد مقاومته، وده يؤدي إلى زيادة دقته برضه. ماشي، الأوم ميتر، أهلا وسهلا. إذا كانت مقاومة 200 أوم تجعل الأوم ميتر ينحرف إلى نص التدريج، فإن المقاومة التي تجعله ينحرف إلى ثلث التدريج هي إيه؟ معلش هتقمص شخصيتين كده. الشخصية الأولى اللي هو يعني ملهم من عند ربه التركيز. إذا كانت مقاومة 200 أوم تجعل الأوم ميتر ينحرف إلى نص التدريج، استوب. كلمة الأوم ميتر ينحرف إلى نص التدريج هو يقصد نص تدريج الأميتر، لأن الأوم ميتر مالوش نص، الأوم ميتر من صفر لما لا نهاية، فلما أقول نص التدريج أقصد نصف التيار. يعني بالبلدي قل التيار إلى النصف عندما أضيفت المقاومة المجهولة دي، التيار لما يقل للنص تبقى المقاومة الكلية في دائرة الأوم ميتر بقت الضعف. يبقى أنت موصل مقاومة قد مقاومة الأوم ميتر اللي هي كام بقى؟ اللي هي 200 اللي قال عليها ده. يبقى أنا فهمت من الديالوج ده إن مقاومة الأميتر 200 أوم. ماشي، فإن المقاومة التي تجعله ينحرف إلى ثلث التدريج هي كام؟ الأميتر عشان يقل التيار عشان يبقى الثلث، المقاومة الكلية تبقى بقت 3 أمثال، يبقى أنت هتضيف ضعف اللي موجودة ضعف الأميتر، يبقى 2 في 200 ب400، فاختار الربعمية على طول. طيب يعني مش عايز أقول من الطلبة كام في المية بيشتغل كده، هذه فئة. طب في ناس تانيين بقى يخصهم القانون، وحتى الناس اللي انا بتكلم عليهم دول لازم يبقوا عارفين القانون، لانه ممكن تبقى الارقام ما هياش بديهيه وتتعمل في المخ، فيبقى يلزمني القانون اسند عليه دوما، اللي هو انهي؟ صلي على النبي وانا احكي لك، صلى الله عليه وسلم. دلوقتي ده الاوم ميتر، الشاشه بتاعته اهي، اولها صفر اخرها اي، اولها صفر اخرها ما لا نهايه، وهو نايم لنا بيبقى المؤشر هنا كده، وخارج منه سلكتين، ادي سلك وادي سلك. ماشي، هما بيبقوا في شكل مسامير كده. لو حبيت تستخدمه لقياس المقاومة لازم الاول تعمل له اختبار انه مظبوط ولا ما مظبوطش، تروح انت لازم تلمس المسمارين في بعض،
أما لمسهم المفروض يحصل إيه بقى؟ يحصل إن المؤشر يجي للآخر، آخر الطيار اللي هو صفر الأوم متر، هو معدل هكذا أصلا. طيب افرض ما جاتش يا أستاذ، لو انت لمست وما جاش للاخر، طب اقول معلش هو انا بعمل كده ليه؟ بعمل كده عشان اتاكد ان هو هيقيس المقامات صح، لازم، لانه اي تدريج لازم يبدا من الصفر. عمليا هتلاقي في زرار في الجنب كده، الزرار ده هو ريوستات، متوصل بريوستات من جوه. فلو المؤشر ما جاش معاك لاخر الاميتر اللي هو صفر الاميتر، تقوم لعب في الريوستات، تروح جايب لي المؤشر عند الصفر عشان تتاكد ان انت شغال صح. عشان كده انا جاوبت سؤال بالنص، اللي هو وجود ريوستات دايما في دائرة الأوميتر ليه يا جماعة؟ عشان أتحكم في شدة التيار، بحيث عند ملامسة طرفي التوصيل ببعضهما ينحرف المؤشر لنهاية التدريج، لنهاية الايه؟ التدريج بتاع المايكرو أميتر اللي هو صفر الأوميتر، وذلك لضمان الحصول على قراءة سليمة. ماشي. وبعدين يا سيدي في الوضع دوت بيبقى التيار جاي للآخر، يبقى الآي اللي ماشي واصل لنهاية التدريج وبيساوي في باتري على مين بقى؟ على محصلة المقاومات اللي هي اسمها ار او ميتر. دي لوحدها ممكن تبقى مسألة، اللي هو بيقول لك ايه؟ مثلا يقول لك انا عندي بطارية 1.5 فولت، ماشي، وعندي مايكرو اميتر مداه 250 مايكرو امبير، ماشي، عايزين يعملوا اسرة سعيدة مع بعض وعملوا اوم ميتر. فإذا علمت إن مقاومة المايكرو أميتر دون 50 أوم، والمقاومة الداخلية بتاعت البطارية 1 أوم، محتاجين مقاومة كام من برة؟ تاني كده الأرقام اللي أنا قلتها، أنا قلت بطارية 1.5 فولت، ماشي، وقلت إن دوت 250 مايكرو أمبير، 250 مايكرو أمبير، يبقى هما محتاجين توتال مقاومة كام؟ الآر أوم ميتر، خلي دي 200 عشان الحسابات، يبقى كام على كام؟ يبقى في باتري على اي ماكسيمم، وتقسم لي بقى 100 أو 1.5 على 200 في 10 اس سالب 6، تطلع فوق ب 10 اس 6، الصفرين مع صفرين بقت 10 اس 4 على الاثنين، يعني يطلع 7500. انا محتاج كده 7500 اوم. قال لك انا معايا منهم مثلا في الجهاز 200 اوم، دول ار جي. طيب وعو معايا في المقاومة الداخلية مفيش، ادي زيرو مقاومة داخلية، يبقى انا محتاج من بره 7300 اوم. في مسائل بتيجي على هذا المنوال لوحدها، ماشي. المسائل التانية اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي بقى، اللي هو الحدوتة، برضو بنقول في الواقع الاولاني دوت المؤشر اخباره ايه جاي للنهاية، اي ماكسيمم، وعندك الفي باتري اللي موجودة على مقاومات الاوم ميتر، بس ده الوضع الحالي. طب الوضع الثاني بقى، لو انا جيت حطيت مقاومه هنا ما بين طرفي التوصيل اسمها ار اكس، تمام، هل المؤشر هيجي للاخر؟ لا، ده هيوصل لحد هنا مثلا، فيبقى ساعتها هنسميه اي جزئي بيساوي في باتري على ار او ميتر زائد ار اكس. وبعدين اعمل ايه بقى؟ اقسم اللي تحت على اللي فوق. لو قسمت اللي تحت على اللي فوق هيديني علاقه كتير منكم حافظينها، اللي هي اي جزئي على اي كلي بتساوي ايه على ايه؟ هتساوي ار اوم متر على ار اوم متر زائد ار اكس. وتبقى دي علاقه حصن بالنسبه لك عشان لو جه الكلام في كسور. طيب وبعدين لو انا هشتغل على المثال ده بنفس الطريقه ديت، قال لك مقاومه 200 يبقى دي الار اكس، يتحط هنا 200، خلت المؤشر انحرف للنص يبقى تحط هنا نص، يبقى فاضل لك ار اوم متر، مقصاتك تطلع ار اوم متر معاك ب 200. ماشي. سؤالك اللي بعده قال لك فان المقاومه اللي تجعل المؤشر انحرف للثلث هي كام؟ يبقى برضه هتبص هنا وتقول اه انا عايز ده يبقى ثلث، ار اوم متر عرفت من اللي فاتت انها 200، تبقى ار اكس بكام؟ تعمل مقصاتك تطلع ار اكس معاك ب 400. يبقى ده القانون اللي انت هتسند عليه في جميع الاحوال، سواء كنت سريع الحل في مخك، وطبعا احنا هنا بنكسب الوقت، او ان انت بطيء او عايز تتاكد، يعني لازم معك القانون ده. طيب اللي بعده، بسم الله، سؤال جميل جدا، بسم الله الرحمن الرحيم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما اقرا السؤال تعال نبص على الحاجات اللي هو حاططها دي. حاطط هنا اي ماكسيمم على 4،
وهنا 3 اي ماكسيمم على 4. اوكي، فانا هحط هنا 0 وده كده ربع اي ماكسيمم مثلا، ده نص، هي مش مرسومه بدقه يعني، يبقى ده نص اي ماكسيمم وده 3/4 ويبقى ده اي ماكسيمم. هخليني مع التيار، لاحظوا 3 اي ماكسيمم على 4 ب 300، يبقى اي ماكسيمم على 4 اكيد ب 100. 100 ايه؟ مايكرو امبير. طب واي ماكسيمم نفسها هتطلع معاك ب 400. اوكي، طب المقاومات بقى هنا 0، طيب وهنا اكيد ما لا نهايه. طلباته ايه؟ قال لي في الشكل المقابل اوم متر قيمته ار، او قيمه ار هي كام؟ عايز قيمه ار هنا. وما انا هشتغل ازاي؟ تعالوا نجرب كده القانون اللي احنا لسه قايلينه، شوف هينفع ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاي جزئي على الاي كلي بيساوي ار اوم متر على ار اوم متر زائد ار اكس. لازم تبقى عارف ان المقاومات المدونه هنا هي دي الار اكس، هي دي مين اخوانا؟ الار اكس. فانا هستفيد بدي واطبق هنا كما يلي. في المشهد ده انا عندي ايه من التيار؟ عن 3/4، فحط مكان اي جزء على اي كلي 3/4. 3/4 اهي بتساوي ار اوم متر انا ما اعرفهاش لسه، ار اكس ب 750 تمام. وبعدين اعمل بقى مقصات، يبقى 4 ار بتساوي 3 ار زائد 2250. دي تروح هناك هتطلع معاك الار بتاعه الاوم متر ب 2250، دي ار اوم متر ماشي. طب انا عايز بقى الار دي، الار دي هشتغل برضه بنفس القانون. هنا انا عندي قد ايه من التيار؟ عند ربعه، فانا هحط هنا 1 على 4 بتساوي ار اوم متر اللي هي 2250 على ار اوم متر اللي هي 2250 زائد ار اكس. اعمل مقصات براحتي، هيطلع الناتج معايا 7700 او 6000 معلش 750. يبقى انا الاختيار بتاعي هيبقى 6750. في نفس المساله دي قال لي انا عايز الفي باتري، بكام الفي باتري يا ترى؟ بسم الله، انا عندي حضرتك القانون لسه قايله لك برضو، ان اي ماكسيمم بتساوي في باتري على ار اوم متر. طب اي ماكسيمم قدامك اهي ب 400، فانت هتحط 400 وعندك الار اوم متر ب 2250، يبقى الفي باتري بتساوي اي ماكسيمم فار اوم متر. طب اي ماكسيمم بكام يا اخوانا؟ 400 في 10 اس سالب 6 في الار اوم متر 2250، فيطلع معاك 400 في 2250 في 10 اس سالب 6 يساوي 9/10 فولت. الفي باتري هتطلع معاك 9/10 فولت. اللي بعده هو ده 9/10، وكده يبقى خلص امتحاننا تقريبا. خلص الامتحان والحمد لله. في الامتحان احنا عدينا تقريبا على الفصل كله. الامتحان التاني هنعالج برضو، لو في اي جزء اتنسى كده ما تنساش الامتحان التاني ان شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الامتحان التاني، وده من الامتحان التاني اسرع من الاولاني عشان النقاط اللي هتتوضح هتبقى اقل. بسم الله. الفيض المغناطيسي عبر الحلقة الموضحة بالشكل يساوي قد ايه؟ تعالوا نبص الحلقة اللي قدامنا ده، لو بصينا كده هنلقى فيها جزئين، في مجال مغناطيسي داخل لجوه ومجال مغناطيسي خارج لبره. هو بيتكلم على المحصلة، فاحنا هنطرح كما يلي. هنقول والله الفيض الكلي هيساوي ايه بقى؟ الجزء ده ناقص الجزء ده. طب الجزء كل جزء فيهم بي ايه ساين سيتا. طب البي عندنا هنا 2/10، الاي بقى المساحة المعرضة، ادي 10 سنتي في 10 سنتي يعني 100 سنتيمتر مربع، يعني 100 في 10 اس سالب 4. طب والساين سيتا المجال عمودي على المساحة،
يبقى الساين ثيتا بواحد ماشي، ده مع بعضيه كده ناقص عشان ده في عكس الاتجاه. كثافة الفيض هنا 1/10، في المساحة بتاعتك كام في كام؟ 5/10 يعني 50 سنتيمتر مربع، ادي 50 × 10^4 وساين ثيتا برضو بواحد. نجمع 2/10 طبعا دي مع دي في 10^2. طيب 10^2 يبقى هنا 2 × 10^3 ناقص 1/10 × 50 بـ5 يعني نص في 10^3 يطلع 1.5 × 10^3 يعني الاختيار بتاعي 1.5 × 10^3 ويبر. السؤال اللي بعده بسم الله، الويبر يعادل ايه بقى من دول؟ الويبر عشان نجيبه من اوله كده، اول حاجة لو انت نسيته خالص، الويبر تسلا في متر مربع، جبته منين ده؟ مش الفاي ام بتساوي بي ايه ساين ثيتا؟ طيب ماشي، التسلا دي هي التسلا نيوتن على امبير متر من قانون القوة، وادي متر مربع فوق، فالمتر ده مع التربيع ده نيوتن متر، دي يا جماعة جول، فيبقى جول على امبير. طب بالمرة عايزين نكمل، جول على امبير اهي اول واحدة خلاص احنا كده جاوبنا، بس بنكمل بالمرة. طب مش الجول ده من مفكوكاته فولت في امبير في ثانية، يبقى فولت امبير ثانية على امبير، شيل الامبير مع الامبير فيطلع لك اللي انت حافظها فولت في ثانية. كل دي مفكوكات من مفكوكات الويبر، يبقى هنا جول على امبير. طيب عندما يمر تيار كهربي مستمر في سلك مستقيم لا نهائي، فإن خطوط المجال المغناطيسي تكون مستقيمة وتوازي السلك، ولا دائرية مغلقة ومركزها محور السلك، ولا مستقيمة وعمودية على السلك، ولا شبه دائرية؟ طبعا هنا دائرية ومغلقة ومركزها محور السلك، ولكن هو هنا بيتكلم في الخطوط نفسها، إنما لو شال كلمة الخطوط وقال المجال نفسه، ودي مش كل الناس عارفاها، المجال حول السلك بيبقى اسطوانات مركزها محور السلك. يعني السلك المستقيم اهو، انت لما تيجي ترسم في منطقة واحدة في مستوى واحد بتبقى الخطوط دائرية، دوائر دوائر دوائر، بس ده في مستوى واحد. طب لو رسمت حول كل السلك هتلقى ان المجال المغناطيسي حول السلك على شكل اسطوانات متحدة المحور. كمان مرة، المجال المغناطيسي حول السلك المستقيم ايوه خطوطه دوائر لو بتتكلم في مستوى واحد، طب لو بتكلم حول السلك كله يبقى المجال في شكل اسطوانة من المجال المغناطيسي. ماشي، طبعا اسطوانات برضو بنفس اللغة بتاعت الدوائر اللي هي بتقل كثافتها كلما ابتعدنا عن السلك. اذا كانت النسبة بين كثافتي الفيض المغناطيسي عند النقطتين X و Y بجوار السلك هي 2 إلى 3، فإن النسبة بين البعد العمودي للنقطتين عن السلك هي كام إلى كام؟ طبعا يا جماعة هو بي إكس على بي واي المفروض بيساوي ميو، والميو هتروح، آي هو نفس السلك على 2 باي دي، يبقى 2 باي هتروح، يبقى هنا هيطلع دي واي على دي إكس بيساوي كام على كام؟ هو مطلعها لي 2/3، هو عايز مين بقى؟ دي إكس على دي واي، تبقى 3/2 على طول، 3/2 راحت فين؟ 3/2. طيب السؤال الخامس بسم الله، في الشكل المقابل عند عكس اتجاه التيار في احد السلكين تصبح محصلة كثافة الفيض عند النقطة ايه بتساوي قد ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا في الوضع الحالي التيار هنا مجاله لبره، اما هنا مجاله لجوه، دي منطقة طرح، فالمحصلة الحالية هتبقى صفر. صفر عرفت منين يا أستاذ؟ والله دي نقطة التعادل ومواصفاتها بالملي اللي هي تقع في منطقة الطرح أقرب للأضعف، ونسبة المسافات زي نسبة الطيارات دي وثلاثة دي وآي وثلاثة آي، عايز تحسب بقى البي من هنا والبي من هنا هتلاقيهم قد بعض بالظبط، فهي دلوقتي المحصلة صفر. طب لما أعكس هيبقوا اللي هيبقى المحصلة جامعة، هتطلع إيه بقى؟ المجال بتاع ده والمجال بتاع ده. طب المجال بتاع ده هيطلع ايه بقى؟ قد التاني على فكرة، وهنا ذكاءه بقى. طبعا في ناس ممكن تطلع وتحط 4 على طول، لا،
المجال بتاع الاثنين ده هيبقى مجاله ميو تياره اي على 2 باي دي زائد الثاني ميو تياره 3 اي على 2 باي 3 دي، شيل دي مع دي فيطلع لما تجمع يبقى 2 ميو اي على 2 باي دي اللي هي موجودة في الصورة رقم دال. طيب بسم الله. السؤال 6، انا عندي في الشكل سلكان ان وام، ادي ان وادي ام، طويلان جدا عند ازاحة السلك ان مسافة 3 سنتي باتجاه النقطة اكس. ازاحة السلك ان 3 سنتي باتجاه اكس، يعني كده 3 سنتي، فان كثافة الفيض الكلية عند اكس هيحصل لها ايه؟ بسم الله. الوضع الحالي خدوا بالكم ان طيار ان لفوق وطيار ام لفوق، وهنا المسافة 10 والمسافة 10، بس ده خدوا بالكم ده 2 اي وده ايه؟ اي. فالمحصلة هنا طرح. عشان اعرف اجاوب بالظبط هقول له والله البي اكس هتساوي ايه؟ هتساوي البي بتاعت ام ناقص البي بتاعت ان، لان البي ام هي اكبر لان التيار بتاعها اشد وهنا نفس المسافة. طيب انت بتقرب للان 3 سنتي يعني البي بتاعته بتزداد، يبقى البي توتال لازم تقل. بس خدوا بالكم ده يبقى هيحصل لحد ما تنعدم البي اكس. هتنعدم البي اكس ليه بقى؟ هتيجي لحظة معينة لما يبقى نسبة البعد ده ضعف ده، يعني لحد 5 سنتي بالظبط. هو قالك هنا كم سنتي؟ 3 سنتي. عارفين لو كان خلاهم 5 كانت هتبقى الإجابة تقل حتى تنعدم، تمام؟ طب لو كان قال 5 بس وكان ممكن اختار تنعدم، هو قالك هنا 3 يبقى هنا تقل، طب لو قال 5 يبقى هنا يحصل لها يا أخوانا تنعدم. ماشي، يبقى هنا هختار إيه؟ تقل. بسم الله الرحمن الرحيم. سين 7، تكون نقطة التعادل دائما في منطقة طرح وتكون أقرب للطيار الأضعف، يبقى هختار الإجابة ألف. الشكل المقابل يمثل حلقتين لهما نفس المركز ويمر بهما طيار كهربائي مستمر، فإذا كانت بي كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز الحلقة الخارجية يساوي بي، فإن مقدار محصلة كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز الحلقتين يساوي. طيب خدوا بالكم من الرسم، الحتة دي كده اسمها R، طب والحتة دي على بعضها 2R، ده معنى ان البي للحلقة الخارجية هو كان مسميها بي، بس خدوا بالكم البي دي للداخل لان هي المجال الطيارة هو يبقى المجال لجوه. طب بي للحلقة الداخلية نصف قطرها النص، يبقى مجالها الضعف، هيبقى 2 بي بس للخارج لان الطيارة هو يبقى المجال لبره، تبقى المحصلة بي توتال هتساوي طرح الاثنين 2 بي ناقص بي، تبقى بي واحدة بس للخارج، يبقى هنا الاختيار بتاعي هيكون دال. طيب اللي بعدها تقريبا نفس الفكرة، اشتغلها كده بالراحة مع بعض. في الشكل المقابل حلقتان متحدتا المركز ومتصلتان بنفس فرق الجهد. ماشي، الحلقتين دول متحدة المركز ونفس فرق الايه؟ الجهد. كثافة الفيض في المركز بتساوي 0. يعني خدوا بالكم بقى هنا الحلقة الداخلية مجالها الجوة والخارجية مجالها البر، يعني بي للداخلي بتساوي بي للخارجي. طيب وبعدين يا أستاذ؟ إذا كانت الحلقتان من نفس نوع المادة ومقاومة الحلقة الخارجية 3R، تكون مقاومة الحلقة الداخلية أخبرها إيه؟ واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو القانون ميو إن آي على 2R بيساوي ميو إن آي على 2R. واحدة واحدة كده، الميو هتمشي والإن هتمشي لأن دي حلقة ودي حلقة، نصف القطر بتاع الداخلية اسمه بي، طب ونصف القطر بتاع الخارجية اسمه 2 بي،
ماشي، يبقى البي هتروح مع البي والاتنين دي مع الاتنين دي، ده هيبقى اسمه اي للداخلي بيساوي اي للخارجي على اتنين. طب اي للداخلي هيبقى في على ار للداخلي بيساوي في خارجي على ار للخارجي في اتنين، شيل الفي. ماشي، يبقى ار للداخلي بتساوي اتنين ار للخارجي، على طول المقام بيساوي المقام. ماشي، يبقى ار داخلي بتساوي اتنين ار للخارجي. هو قال لي بقى انه ار الداخلية الخارجية بكام ار؟ بتلاتة ار. تكون مقاومة الداخلية كام؟ تاني كده، مقاومة الخارجية تلاتة ار. هتبقى مقاومة الداخلي كام؟ 6R. هتبقى مقاومة الداخلي 6R. بلغة تانية، لازما عشان يعملوا تعادل يا جماعة، ان الطيار ده لو هو I لازما البراني 2I. تمام؟ طب وده عشان يحقق كده لازما مع نفس المصدر، نفس المصدر لو الجهد هنا زي الجهد هنا، فلازما المقاومة هنا لو كانت 3R، تمام، لازم ان المقاومه هنا تكون 6 ار عشان يديك نصف التيار. يبقى انت كده متاكد ان اجابتك مظبوطه. طيب اللي بعده، بسم الله الرحمن الرحيم. شده المجال المغناطيسي في النقطه سي تساوي قد ايه؟ النقطه سي طبعا ده قوس من دايره. القانون بيقول البي بتساوي ميو ان اي على 2 ار. الميو 4 باي في 10 أس سالب 7. عدد اللفات بقى بناخد 30. طبعا يا جماعة الطيار ماشي كده وكده وكده، وده كده المفروض دي نقط، يعني ده ما هوش طيار. 30 درجة دي بنقسم 30 على 360 فيدي لك 1 على 12 من اللفة. 1 على 12 الآي اللي مدهولك 6 أمبير، يبقى دي 6. طب على 2R التو أهي، والار باي سنتي يعني باي في 10 اس سالب 2. يلا نختصر، الباي مع الباي والستة مع ال 12 اتفضل 2، والاثنين في الاثنين يبقى 4، وده مع ده يطلع الناتج 10 اس سالب 5 تسلا. كثافه الفيض عند المركز. طيب مساله واخده نفس الاتجاه تقريبا. بيقول لي شدة المجال عند النقطة ميم في الشكل المقابل تساوي قد إيه؟ عند النقطة ميم عند المركز بتاع الدايرة برضو. هقول له والله أنا عندي البي بيساوي ميو إن آي على 2R، الميو 4 باي في 10 أس سالب 7، الإن طلع برضو بواحد على 12 لأن دول 30 درجة. التيار بتاعك باتنين أمبير، أما نصف قطر 10 سنتي يعني 2 في 1 من 10 أو 10 أس سالب 1، يبقى 1.47 من 1000 في 10 أس سالب 6 مش 3 تسلا. الاختيار بتاعي هيكون ألف. بسم الله. حلقة دائرية نصف قطرها 5 سنتي يسري فيها طيار شدته 10 أمبير، إذا ثنيت الحلقة من منتصفها بحيث يتعامد كل نصف حلقة مع النصف الآخر، فإن محصلة شدة المجال المغناطيسي عند المركز تساوي إيه؟ طيب الحلقة يا جماعة لو عملناها في المستوى ده كده، دي حلقة هي، بيقولك يبقى ثنية الحلقة من منتصفها بحيث يتعامد كل نصف مع الآخر. أتخيل شكلها إزاي؟ شكلها هيبقى عامل كده بالظبط. يعني هي لو كانت الحلقة عاملة كده فانت تنتها دي على دي، فبالتالي النصف الرأسي ده مجاله هيبقى أفقي. طب والنصف الأفقي ده مجاله هيبقى رأسي، فيبقى البي توتال هيساوي جذر بي بتاع نص الحلقة تربيع زائد بي بتاع النص التاني تربيع. طيب يعني جذر اتنين منهم. طيب يبقى جذر البي هتساوي ايه؟ ميو 4 باي في 10 أس سالب 7
عدد اللفات بتاعك هيبقى نص، تمام، والتيار بتاعك قال لك كام، 10 امبير عادي، على 2R 2 في 5 سنتي، يعني ادي 5 في 10 اس سالب 2، ادي البي بتاع نص حلقة تربيع، واروح ضارب في 2، كله هيساوي معايا 8 علامة 9 في 10 اس سالب 5 تسلا لاختيار جيم. طيب ملحوظة، هو قال لي هنا انا عملتهم يتعامدوا، طب لو قال كلمة بدل يتعامد ينطبق، لو انطبق النصفين على بعض تبقى المحصلة صفر، لان هيبقى نصف لفة طياره عكس النصف الاخر فالمحصلة هتبقى صفر. ماشي، اللي بعده، بسم الله، شدة المجال المغناطيسي داخل ملف، هو كلمة لولابي افضل من حلزوني طبعا، تتناسب طرديا مع مين؟ شدة التيار، عدد اللفات، ثابت النفاذية لقلب الملف، جميع ما سبق. وطبعا يا ريت كان قال عدد اللفات لكل متر عشان يبقى هنا القانون اشمل، لان البي طبعا بيساوي ميو ان سمول اي اللي هو ميو ان اي على للملف. مركز او يركز القلب الحديدي لملف حلزوني خطوط الفيض المغناطيسي، لان الحديد له ايه كبيره قياسا للهواء، طبعا نفاذيه مغناطيسيه كبيره. بسم الله، تتعين كثافة الفيض بي الناشئ عن مرور تيار كهربي في ملف لولبي عند نقطة على محوره من العلاقة ميو ان اي على ال، حيث ان عدد لفات الملف واي شد التيار وال طول الملف وميو معامل النفاذية. فاذا كان الملف مكون من لفة واحدة يصبح القانون ايه بقى، بص بيشتغلني ازاي، بي بتساوي ميو اي على ال، لا طبعا خطأ، لان لو بقى لفه واحده بقى دائري هتبقى البي بتاعه الدائري ميو، تمام، والان هتبقى اي بس على 2R مش على ال محور، يبقى هنا ده الصح بتاعي لو بقى لفه واحده لانه هيبقى بقى دائري. معتمدا على الجدول التالي الذي يوضح خواص ثلاث ملفات لولبيه، اي الملفات تكون كثافه الفيض عند نقطه على محوره اكبر. بسم الله، الاولاني عدد لفاته ان، طياره اسمه اي، طوله اسمه ال، يبقى ان اي على ال، ماشي، دي الباكج بتاعتي. التاني طياره اسمه نص اي، يبقى ادي ان وادي الاي وفي نص مستني بره، ماشي، والال بتاعته اسمها 2 ال، يبقى ادي ال اهي وفي هنا 2 اهو، نص على 2 يبقى ربع، يبقى الباكج بتاعتي هنا ربع ان اي على ال، لا يبقى ألف لسه هو اللي كسبان. جيم بقى، عدد لفاتك اسمه 2 ان، وطيارك اسمه اي، وطول المحور اسمه نص ال، نص ال هناك اهو، يبقى دي بقى في المقام نص وهنا ال، اقسم دي على يطلع 4 ان اي على ال، يبقى لحد دلوقتي الجيم هو اللي كسبان. اما الاخير طيارك نص اي، ماشي، وعدد لفاتك 2 ان، لما تضربهم راحوا مع بعض فاضل ان اي والمقام بتاعك 2 ال، يبقى يطلع نص ان اي على ال، لا يبقى اللي كسبان هو جيم، ده صاحب اكبر كثافه فيض. في الشكل ملفان اكس واي عدد لفاتهم ان و2 ان، ده امتحان مصر على فكره، على الترتيب واحد ان والتاني 2 ان، ماشي، يمر بكل منهم تيار اي، العلاقه بين كثافه الفيض بي1 عند نقطه سي على محور اكس، نقطة C على محور X، و B2 عند النقطة دي على محور Y، هتسوي كام إلى كام؟ طيب هو كده عايز ال B C على ال B D بتساوي الميو ثابتة في الاتنين فمش هنعوض بها أصلا. ال N الأولاني عدد لفاته 2N، طب سوري عدد لفاته N واحدة اللي هو عنده C ده، التاني 2N، التيار في الاتنين زي بعض، ال ال بقى بتاع سي طبعا ال ال في المقام طوله ال بس، طب وبتاع دي قدامك طوله 2 ال، لما تيجي تقسمهم تلاقيها واحد على واحد، فيبقى هنا العلاقه بي 1 بتساوي بي 2. موصل مستقيم طوله 50 سنتي ويمر فيه تيار شدته 2 امبير، ماشي، وموضوع في مجال مغناطيسي شدته 2 تسلا،
وبنفس اتجاه التيار الكهربي، فإن مقدار القوة المغناطيسية التي يتأثر بها الموصل ده الـ L بتاعي، وده الـ I، وده الـ B، تمام؟ بنفس اتجاه التيار، بص بنفس اتجاه التيار، يعني سيتا بصفر، تبقى القوة بتساوي صفر على طول. هو بيحاول خداعي هنا، وأنا قلت لحضراتكم السلك لما يكون موازي للمجال اعرف على طول أن القوة بتساوي صفر. سلكان مستقيمان متوازيان يمر بكل منهما تيار كهربي، بحيث كانت القوة المؤثرة على السلك الأول الذي يمر به تيار 2 أمبير هي F، فإن القوة المؤثرة على السلك الثاني الذي يمر به تيار شدته 8 أمبير هي برضو F، لأن احنا اتفقنا أن كل من السلكين بيأثر كل منهم على الآخر بقوة تساوي الآخر في المقدار وعكسها في الاتجاه. لو كان حاطط سالب F كنت هختار سالب F، إنما هنا بيتكلم على الايه، على المقدار. ماشي، بسم الله. في الشكل أربع أسلاك متوازية يمر بها نفس شدة التيار والمسافات بينهم متساوية، فإن السلك C يتأثر بقوة من تأثير باقي الأسلاك تكون جهة مين؟ أنا عايز أتعامل مع السلك C. ماشي، السلك C لو بصيته السلك دي بيجذبه، ماشي، يبقى دي بقوة هنسميها F. طيب السلك B هيتنافر معاه بقوة اسمها F، أما السلك A هيجذب C بقوة اسمها نص F، لأن المسافة زادت إلى الضعف، فتبقى محصلة القوى 2F ناقص نص F، يبقى 1.5F في الاتجاه دي، يبقى هنا الاتجاه اليسار. طبعا بسم الله، القوة المؤثرة على السلك الثاني، على السلك الثاني، السلك اتنين اهو، الاتنين دول طيرينهم عكس بعض فيحصل بينهم ايه؟ تنافر. يبقى القوة المؤثرة على السلك الثاني يمين الصفحة. طيب خليني ازود حتة اللي هي المجال المغناطيسي المؤثر على السلك الثاني. المجال المغناطيسي المؤثر على السلك الثاني هو جاي من الوان، وان هنا هيأثر على الثاني بمجال للخارج، يبقى هنا هيبقى للخارج. طب لو المجال المغناطيسي المؤثر على السلك الأول أهو برضو للخارج، تمام؟ تاني، المجال المؤثر على السلك الثاني هيبقى للخارج، طيار وان أهو. طب المجال المؤثر على السلك الأول برضو هيبقى للخارج، ماشي، يبقى كل منهم بيؤثر على التاني بمجال للخارج، وعشان الطيارين عكس بعض يبقى القوة بقت ايه؟ في عكس الاتجاه. طيب حلو السؤال، بسم الله. في الشكل المقابل النقطة الأكبر كثافة فيض هي، تعالى كده واحدة واحدة، بسم الله. لو أنا ركزت على المجال الخارجي هرسمه باللون الأسود، مجاله رايح فين؟ المجال الخارجي من N ل S، يعني ايه يا اخوانا؟ من N ل S واخد الاتجاه ده كده، ده الخارجي، ماشي. بالنسبة للمجال بتاع السلك ده هيأثر زي ده لجوه، وبالتالي السلك ده هيأثر على نقطة A في الاتجاه ده، طيب والسلك، السلك ده هيعمل طيار، هيعمل مجال عكس عقارب الساعة، هيعمل كده. هتلاقي ان النقطة A هيبقى محصلة المجال عندها جمع مجال السلكين زائد المجال الخارجي، أما النقطة B هتبقى المحصلة عندها طرح مجال السلكين، تمام، والمجال الخارجي. طيب هنا برضو هيبقى طرح مجال السلكين والمجال الخارجي، فالنقطة إيه هنا؟ هي النقطة صاحبة المجال الأقوى. في الشكل الموضح أي مما يلي لا يساوي الواحد الصحيح عند مقارنة السلك بي سي بالسلك اي بي، هنا الشكل شبه السؤال في الامتحان اللي فات بس الكلام مختلف.
النسبة بين القوة المؤثرة على اي بي والقوة المؤثرة على بي سي، لا دي بتساوي الواحد. وبقولك مين اللي ما بيساويش الواحد؟ النسبة بين المركبة الرأسية للسلك بي سي والسلك اي بي برضو بتساوي واحد. النسبة بين مقدار الزيادة في القوة نتيجة زيادة طول السلك بي سي والنقص في القوة على السلك بي سي بسبب ميل السلك على المجال، ما هي دي برضو بتساوي واحد. أما النسبة بين القوة المؤثرة على اي بي والقوة المؤثرة على نفس الطول من بي سي، لا هنا دي هتبقى أكبر من واحد، يبقى أنا هختار الإجابة دال. بسم الله. سلك مستقيم وزنه 1/10 نيوتن، 1/10 نيوتن تؤثر لأسفل، هنا هيعتمد على الاتزان. طيب كمل. ومقاومته النوعية بتساوي عدديا مساحته. حلو الكلام ده قوي، يعني رؤي تساوي مساحة مقطعه. وضع أفقيا موازيا لسطح الأرض في مستوى الصفحة عشان يقولك ان كده الوزن الأسفل، تمام. فإذا سلط عليه مجال مغناطيسي منتظم لداخل الصفحة، بص إيدي اليسرى المجال لجوه طياره، يبقى هيديني قوة مغناطيسية إلى أعلى. كمل. كثافة الفيض 10^2 تسلا، يبقى دي البي. فاتزن السلك ساكنا تحت تأثير وزنه والقوة المغناطيسية المتولدة عليه، فيكون فرق الجهد بين طرفي السلك. حلو أوي الكلام ده. طيب أنا مبدئيا هقول له والله في حالة الاتزان فإن الاف بي بتساوي الاف جي. طب الراجل مديني الوزن على بعضيه بـ1/10، طب والاف بي المفروض انها بي اي ال ساين سيتا، ساين سيتا بواحد لان المجال عمودي على السلك، والبي مدهاني بـ10^2، 10^2 ماشي. الاي معرفهاش ولا الدهاني معرفش الاي، اوكي، ولا ال ال اعرفها ولا ال ال. طب المعلومه دي هتعرفني ان الاي في ال ال بـ1/10 على 1/100 أو على 10^2، فالناتج يطلع 10. ده الآي في الإل. طيب هو عايز مين؟ عايز فرق الجهد. طيب بسم الله. فرق الجهد بين طرفي السلك، وده سؤال حلو قوي، يعني تركيبته حلوة. في هتساوي الآي في الآر. طب الآي في الآر دي يعني آي في رؤي إل على إيه؟ طب الراجل قال لي ان رؤي في على ايه قد بعض، فهنشيلهم، يبقى فرق الجهد هو اي في ال، فهيساوي 10 فولت. خلاص كده فرق الجهد طلع معايا 10 فولت. سؤال حلو يشمل او يعني شامل ما بين الفصل الاولاني والفصل الثاني. طيب بسم الله. يتحدد اتجاه عزم ثنائي القطب المغناطيسي العمودي على مساحه ملف بقاعده مين؟ بريمه اليد اليمنى، وممكن برضو اليد اليمنى لأمبير مش اليد اليمنى لفليمنج. يتكون تدريج جلفانو حساس من 20 قسم، وينحرف مؤشره إلى منتصف التدريج عند مرور تيار كهربي شدته 1/10 ملي أمبير في ملفه، فإن حساسية الجهاز هتساوي كام؟ طيب حساسية الجهاز بتساوي قراءة الجهاز على عدد الأقسام. هو أرى 1/10 ملي أمبير لما كان الانحراف، هو قال لك 20 قسم وده راح لنصهم يعني 10، يعني يطلع 1/100 ملي أمبير لكل قسم، 1/100 ملي أمبير لكل قسم. عايز أخليها بالمايكرو اضرب في 1000، يعني 10 مايكرو أمبير لكل قسم، يبقى اختار 10 مايكرو أمبير لكل قسم. بسم الله. إذا كانت حساسية الجلفانو 500 مايكرو أمبير لكل قسم، وكان التدريج من 10 أقسام، فإن أقصى قراءة، إحنا لسه قايلين الحساسية بتساوي القراءة على عدد الأقسام. ماشي. أنا عايز القراءة بتاعتي، هضرب الحساسية في عدد الأقسام، يبقى القراءة بتاعتي الحساسية قال إيه؟ 500 مايكرو أمبير لكل قسم. في كم قسم؟ في 10. يبقى يطلع الناتج 5000 مايكرو أمبير، يعني 5000 مايكرو أمبير. عايز أخليها بالملي، هقسم على 1000 تطلع 5 ملي أمبير.
طيب بسم الله. أميتر انقصت حساسيته للتلت تصبح النسبة بين فرق جهد ملف وفرق جهد مجزئ التيار كام إلى كام؟ بسم الله. الأميتر يعني أنا عندي جلفانه بيتحمل تيار اسمه آي جي، أما نقص الحساسية للتلت يبقى هنا أنا هتحمل 3 آي جي يدخلوا لي، يبقى معناه أن أنا ههرب هنا 2 آي جي، يبقى معناه أن آر إس اللي أنا هركبها لازم أن تبقى نص آر جي. ماشي. هو بيقول لك النسبة بين فرق جهد ملفه وفرق جهد مجزئ التيار هتطلع طبعا 1:1، أنا عارف بس ممكن أزود حاجات، فرق جهد ملفه إلى فرق جهد مجزئ التيار إلى فرق جهد الأميتر كله 1:1:1، دي أول كومنت. أما النسبة بين تياره بقى تيار الجلفانو إلى تيار المجزئ 1:2، تيار المجزئ لتيار الجلفانو 2:1، تيار الجلفانو لتيار الأميتر 1:3، تيار الأميتر لتيار الجلفانو 3:1، تيار الأميتر لتيار المجزئ 3:2. يعني دي كلها أسئلة متاحة لوضع السؤال، فعشان كده الرسم بيخلي لك الموضوع من الآخر، فنصحت لأولادي دايما حل بالرسم هيوضح لك الموضوع وتبقى قادر على التعامل مع أي سؤال بأي زاوية. إيه أي زاوية أنا قلتها دي؟ مش مهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما تزداد قيمة مضاعف الجهد فإن، أما زود مضاعف الجهد اللي فاكر قلناها في الامتحان اللي فات، المدى هيزداد، الحساسية هتقل، والمقاومة هتزيد، والدقة هتزيد. طيب هو بيسأل ايه على الحساسية؟ هتبقى قلت ويقيس جهود أكبر طبعا، يبقى هنا الحساسية هتقل ويقيس جهود أكبر. ماشي. جلفانو إذا اتصل ملفه بمقاومة 18 أوم على التوازي يمر بها ثلثي التيار الكلي. طيب نقف هنا شوي. يبقى الجلفان اهو لما توصلوا بمقاومة على التوازي قيمتها 18 هيمر به هنا، لو ده اي هيمر هنا تلتين اي، يبقى اكيد هنا تلت اي، يبقى نسبة التيار 1:2، يبقى نسبة المقاومات 2:1، فانا عرفت ان ديت على طول ب 36 اوم. طيب كمل. ولكي يقيس الجلفانو 6 أمثال فرق الجهد الذي كان يقيسه. بالراحة بقى كده، انت عرفت من الجولة دي ان الجلفانو 36. ماشي. الجلفانو الواحد اهو 36. طيب مش ده كده بيقيس حاجة اسمها في جي؟ اوكي. هو عايزه بقى يقيس 6 أمثال ما كان يقيسه. يبقى عايزه يقيس ان الفي ماكسيمم تبقى 6 في جي. يبقى انا هركب ار ام المره دي تكون بقد ايه؟ تتحمل 5 في جي عشان يبقى القياس كله 6. يبقى الار ام دي هتساوي كام بقى؟ 5 ار جي، يعني 5 × 36 ب180 اوم. يبقى انا اختار 180 اوم. بكرر تاني، الرسم هو افضل شيء في مثل هذه المسائل. بسم الله. إذا كانت المقاومة المقاسة بالأوم متر ضعف مقاومة الجلفانو فإن مؤشره ينحرف إلى، برضو بالقانون أو بالدماغ كل واحد بقى، أنا عندي آي جزئي على آي كلي بيساوي آر أوم متر على آر أوم متر زائد آر إكس. قال لك المقاومة المقاسة ضعف المقاومة، يعني هنا لو كانت المقاومة دي اسمها آر ودي آر يبقى المقاومة المقاسة 2R، يبقى هنا R على 3R، يبقى هنا 1:3، يبقى هنا هينحرف المؤشر إلى التلت. إذا كانت نسبة المقاومة المجهولة بالأوم متر والمقاومة الداخلية الأوم متر هي 2.5 فإن مؤشر الجهاز ينحرف إليه. بص بقى اللي بيعتمد على دماغه ممكن هنا يتلخبط. فالأفضل I جزئي برضو على اي كلي هتساوي ار اوم متر على ار اوم متر زائد ار اكس. ار اوم متر هنسميها ار. طب ار اكس بقى قال لك نسبه المقاومه المجهوله بالاوم متر والمقاومه الداخليه 2.5، يعني دي هتبقى 2.5 ار، يبقى ار على 3.5 ار، 1:3.5 اللي هي 2:7، يبقى الاختيار بتاعي ان نسبه الانحراف هتبقى 2:7.
السؤال الأخير، بسم الله الرحمن الرحيم، يبين الشكل تدريج جهاز الأوميتر. طلباتك هو عايز R1 بالنسبة لR2. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هشتغل مرتين بقى. سريع التفكير، التيار لما يجي للنص يبقى المقاومة الكلية الضعف، يبقى المقاومة المضافة قد الأصلية. طب التيار لما يجي للربع تبقى المقاومة الكلية بقت 4 أمثال، هيبقى المضافة 3 من R الأصلية، يعني R2 ب3R وR1 بR1، يبقى R2 ب3R1، يبقى الاختيار جيم. طب اللي مش عارف يبقى هيشتغل بالقانون اللي احنا لسه قايلينه. هنا نسبة الانحراف 1/2 بتساوي ايه بقى؟ بتساوي R أوميتر اللي هي RG على R أوميتر زائد RX. RX دي اللي اسمها R1. اعمل مقصات، يبقى 2R بيساوي RG زائد ايه؟ زائد R، يعني R1 بتساوي RG. طيب في المشهد الثاني الانحراف هنا ربع، هتحط 1/4 بيساوي RG على RG زائد RX اللي هي اسمها هنا R2. اعمل مقصات، هتلقى R2 بتساوي 3RG. هتشتغلها هتطلع R2 بتساوي 3R1. ونقول الحمد لله رب العالمين، خلصنا كده الفصل الثاني. يلا نتقابل في الفصل الثالث. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.